افتتحت الجلسة. سيد الوزير المحترم، سيدات والسادة النواب المحترمون، طبقا للفصل 100 من الدستور وعملا بمقتضيات مواد النظام الداخلي لمجلسنا الموقر ذات الصلة، نخصص هذه الجلسة للأسئلة الشفهية لمراقبة العمل الحكومي، ويتضمن جدول أعمالها 6 أسئلة تليها مناقشة بسؤالين في إطار وحدة الموضوع في كل من القطاعات التالية: الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، القطاع الثاني هو قطاع الصحة، والقطاع الأخير هو الطاقة والمعادن والبيئة. الكل يتمحور عن التدابير التي اتخذتها كل من هذه القطاعات الوزارية في ظل جائحة وباء كورونا. وفقا للمادة 149 من النظام الداخلي لمجلسنا الموقر، نستمع إلى المراسلات الواردة على الرئاسة، فلتتفضل السيدة أمينة المجلس لتلاوتها. مشكورة، تفضلوا. شكرا السيد رئيس. توصل مكتب المجلس من السيد رئيس الحكومة بمشروع قانون رقم 6318 يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، وكما وافق عليه مجلس المستشارين، توصل المكتب بمشروع قانون رقم 7218 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات. وبخصوص مقترحات القوانين، توصل المكتب من فريق العدالة والتنمية بمقترح قانون يحدد نظام للضرائب المسحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، مقترح قانون المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، مقترح قانون يتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات والدعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوي المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات. ومن الفريق الحركي، توصل المكتب بمقترح قانون يقضي بإحداث المجلس الوطني للاستشاري للصحة. عدد الأسئلة الشفوية والكتابية التي توصل بها المجلس من 15 إلى 22 يونيو 2020 هي 74 سؤالاً شفوياً، 264 سؤالاً كتابياً، و40 جواباً عن أسئلة كتابية. شكراً سيد رئيس. شكراً سيدة الأمينة. حضرات السيدات والسادة النواب محترمون، سيد الوزير المحترم، نشرع الآن في بسط الأسئلة المدرجة بجدول أعمالنا، ونستهلها بقطاع الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بسؤالين في إطار وحدة الموضوع. نبدأ بسؤال لفرق الأغلبية، فليتفضل أحد النواب. مشكورة، تفضلوا سيد نائب محترم، لكم الكلمة. سيد رئيس محترم، سيد الوزير محترم، حضرات السيدات والسادة، باسم فرق الأغلبية نتمم مجهودات الوزارية ارتباطا بتداعيات جائحة كوفيد 19، مشيدين بتنزيل كل المبادرات الملكية ذات الصلة وآخرها دعم عدد من البلدان الإفريقية الشقيقة في معركة هذا الوباء. وفي هذا السياق أطرح عليكم التساؤلات الآتية: تقييمكم للإجراءات التي اتخذتها وزارتكم في مجال اختصاصها ارتباطا بهذه الجائحة، الإجراءات المتعلقة بعودة العالقين إلى أرض الوطن وسقفها الزمني، التدابير المتخذة بالنسبة لعودة المواطنين المغاربة المتواجدين بالمغرب إلى دول الإقامة، تدابير تنظيم وإنجاح عملية مرحبة لهذا الموسم، سبل الدعم والمساندة لمغاربة العالم الذين تأثرت أوضاعهم الاجتماعية بسبب المشاكل الاقتصادية المترتبة عن الجائحة بدول المجر. شكراً سيد نائب محترم. أعطي الكلمة لأحد النواب عن فرق المعارضة، فليتفضل أحد النواب. مشكور، عن فرق المعارضة، تفضلوا سيد نائب محترم. شكراً سيد الرئيس، سيد الوزير، السيدات والسادة النواب. مع اقتراب فترة باسم فرق ومجموعة نيابة المعارضة، مع اقتراب فترة العطل الصيفية وبدء عدد من الدول الأوروبية في تخفيف إجراءات الحجر الصحي وفتح الحدود داخل وخارج الاتحاد الأوروبي، تسود حالة من الغموض والترقب والتساؤل في أوساط مغاربة العالم
حول إمكانية الدخول للتراب الوطني هذا الصيف والظروف التي ستتم فيها عودتهم لأرض الوطن، وخصوصا ما يتعلق بمآل عملية العبور مرحبا للموسم الحالي في ظل عدم صدور أي تصريحات من السلطات الرسمية لحد اليوم لتوضيح خطة الحكومة لتدبير هذا الملف، باستثناء ما يتم تداوله في بعض المنابر الإعلامية بخصوص شروع السلطات المغربية في التحضير واتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم عملية العودة من خلال الحدود البحرية. إن هذا الترقب وعدم الطمئنة التي يشعر به إخواننا المغاربة المقيمين بالخارج هو شعور مشروع ومنطقي بعد التدبير الحكومي السيء لملف إرجاع المغاربة العالقين. نعم محترم، وعند دقيقة إذا انتظرنا كل واحد يكمل غادي نساليو شيء. شكرا مرة أخرى. السيد الوزير تفضلوا للإجابة. السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب المحترمون، في البداية أتوجه بالشكر إلى الفرق البرلمانية ومن خلالها إلى السيدات والسادة النواب على الأسئلة الهامة المبرمجة في جلسة اليوم والمتعلقة بوضعية المغاربة القطنين في الخارج والعالقين بسبب إغلاق الحدود كإجراء احترازي للحد من تداعيات جائحة كورونا. وفق كل مرة اللي كنجي للبرلمان سواء تعلق الأمر بالقضية الوطنية أو لا بالقضايا المتعلقة بالأمور الدبلوماسية فأحرص على التفاعل بمنطق المسؤولية والموضوعية والشفافية، وهو نفس العمل اللي غنقوم به في عرض ما جرى فيما يتعلق بمسألة العالقين بالخارج. لو سمحتوا لي غادي ندير هذا العرض من ملاحظات أربعة أولى وبعد نعرض عليكم المراحل الثلاثة اللي مرت منها تدبير هذا العمل. الملاحظات العامة، الملاحظة الأولى هي أن نجاح بلادنا تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة في محاصرة تفشي وباء كورونا كان ثمرة لقرارات شجاعة مدروسة صائبة في توقيتها وناجعة في أثرها، وكان إغلاق الحدود من بين تلك القرارات الكبرى واتخذ بطريقة استباقية وسريعة منذ أوائل مارس. لقد كان هذا القرار حاسم في تعزيز الإجراءات لمحاصرة الوباء والحد من تفشيه داخليا، ومكن من دون شك من تجنيب بلادنا الكثير من التعقيدات وساهم بشكل كبير في نجاح السيطرة على الحالة الوبائية. الملاحظة الثانية أن كل القرارات الحاسمة التي اتخذت لتدبير هذه الجائحة لم تكن بدون آثار سلبية أو بدون تداعيات، فكل القرارات والإجراءات تكون لها بالضرورة آثار جانبية، ولهذا السبب التحديد تكون قرارات صعبة. أذكر على سبيل المثال فرض الحجر الصحي، إغلاق المدارس، الحد من التنقلات، إغلاق المساجد، وطبيعة الحال إغلاق الحدود، حيث كان للجميع حد من التضحيات بطريقة أو بأخرى لتفعيل هذه القرارات التي كانت ضرورية. لكن يبقى المهم هو حماية صحة المواطن وأرواحه، واستطاع المغرب والحمد لله تحقيق الاستفادة القصوى من تلك القرارات الصعبة في تعاطيه مع تفشي الجائحة. الملاحظة الثالثة هي أن جائحة كورونا شكلت بالنسبة للعالم ككل لكل الدول كبيرة أو صغيرة متقدمة أو نامية تحدي فريد غير مسبوق وغير متوقع، فلا وجود لأي بروتوكول مسبق ولا لأي وصفة جاهزة للتعامل معه، فقط هناك اجتهاد كل دولة حسب إمكانياتها إكراهاتها اختياراتها. وشفنا كنا كيفاش كان النقاش حتى مع على بعض الأمور اللي كتبان اليوم بديهية، كان النقاش حول حمل الكمامة، كان النقاش حول نجاعات الكلوروكين، كان النقاش حتى على الحجر الصحي واش ضروري ولا لا. وهذا كيبين بأن المقارنات بين تعاطي الدول مع الجائحة
كثيرا ما تكون مقارنات تبسيطية وغير ذات جدوى، فكل دولة حضرت إجابة بالنظر إلى واقعها والعبرة بالنتائج. وأمام هذا الوضع الغير المسبوق، فالقرارات عندما تتخذ تكون بهاجس وحيد، وهو الحفاظ على أرواح المواطنين. فهذا المجال لا مجال للمقامرة أو للمغامرة أو للتجربة. فالقرارات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أن الأمر يتعلق بأرواح الناس. الملاحظة الرابعة هي أن بلادنا صاغت جوابا وطنيا متميزا في مواجهة الجائحة. هذا الجواب تم بفضل أولا وقبل كل شيء رؤية ملكية سديدة، وثانيا تجند كل قوى والسلطات الوطنية المدنية والعسكرية بتعليمات مباشرة ومتابعة شخصية لجلالة الملك، وثالثا بالتزام المواطنين وامتثالهم للإجراءات الصحية بقدر كبير من الانضباط وحس المواطنة. هذه الملاحظات العامة. كيف تم تدبير عملية المغاربة العالقين بالخارج؟ كانت يمكن نقول أنها مرت بثلاثة المراحل. المرحلة الأولى كانت من 15 مارس حتى نهاية أبريل، وفيها بكل وضوح بكل شفافية وبكل مسؤولية قلت بأنه لا يمكن ترحيل المغاربة في ذلك الوقت لأسباب موضوعية قاهرة. أولا الوضعية الوبائية داخل المغرب كانت تطرح تحديات هامة، حيث كنا نشهد تصاعد متواتر في عدد الحالات بعد أن وردت أولى الحالات من الخارج. ثانيا في ذلك الفترة أعطيت الأولوية خلال هذه المرحلة هذه إلى حماية الساكنة وتسخير الموارد القليلة المتوفرة لتهيئ الظروف لمواجهة الوباء بشكل أنجع من خلال تعزيز الإمكانيات واستجلاب المعدات اللازمة. ثالثا لأن الصيغة اللي فكر فيها المغرب لعملية عودة العالقين كانت تقتضي توفر ظروف صحية وإمكانات لوجستيكية لم تكن متوفرة آنذاك. فهل كان من المنطقي أن نعيد العالقين في ظروف السلامة والأمان ونسبة الإماتة كانت تتجاوز 7%؟ هل كان من المعقول أن نعيد العالقين في ظروف السلامة والأمان وصناعة الكمامات لم تكن قد انطلقت بعد في بلادنا؟ هل كان بإمكاننا الترحيل في ظروف السلامة والأمان ونحن غير قادرين على إجراء أكثر من 100 تحليل يومي في مارس و2000 في أبريل؟ وهل كان لنا أن نعيد العالقين في ظروف السلامة والأمان التي نرتديها لهم وللمواطنين، والمخزون الوطني من التحاليل كان لا يكفي أحيانا لتغطية 3 أيام من الاحتياجات؟ وهل كان لنا أن نعيد العالقين في ظروف السلامة والأمان بينما لدينا مختبرين فقط كان قادرين على إجراء التحاليل المخبرية للكشف عن الفيروس؟ هذا الشيء اللي كنهضر عليه راه حتى نهاية أبريل. وهذه الوضعية بكل موضوعية، هل كان لأحد أن يتحمل مسؤولية إعادة العالقين في تلك الظرفية الصعبة دون تعريضهم وتعريض ذويهم لمخاطر نحن في غنى عنها؟ الجواب كان بكل مسؤولية هو لا، لأنه لم تكن الظروف مهيئة، ولم يكن لأحد أن يتخذ قرارا لا مسؤول من هذا القبيل ويقامر بسلامة المرحلين وسلامة عائلاتهم ومحيطهم بشكل عام. إذن الترحيل ما كانش ممكن من 15 مارس حتى نهاية أبريل، ولكن اللي كان ممكن في ذاك الفترة هما جوج الأمور: أننا نساعد الناس اللي كانوا عالقين على التخفيف من المعاناة، وأننا نشتغل داخليا لتهيئة الظروف باش هاد الناس تعود. اشتغلت السفارات والقنصليات في ذاك الفترة في ثلاثة الواجهات. الواجهة الأولى هي الاستماع والتفاعل مع الناس، وصلنا لتقريبا 150,368 اتصال اللي جال ذاك الرقم الأخضر. ثانيا تقدمت المساعدات المادية للناس اللي ما عندهمش، وتكفلت الوزارة بحوالي 7,106 الناس اللي كانوا في الخارج. ثالثا الناس اللي عندهم الإمكانيات وكبتهم الوزارة لحل مشاكل أخرى، كاين اللي عنده مشاكل ديال الأوراق ديالو اللي انتهت ولا الفيزا ولا هذا، كاين اللي عنده مشاكل ديال سقف المخصصات للسفر، كاين اللي عنده مشاكل ديال بعض الأوراق اللي كان خصو تجيه من المغرب. وفي كل هذا القنصليات والسفارات اشتغلوا. وأريد هنا
أن أنوه بالعمل اللي قام به الموظفين والأعمال الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين. فرغم ظروف العمل الصعبة ورغم إكراهات الحجر الصحي اللي كانت في بلدان الاعتماد ودون المساس باستمرارية المرفق العام، لم يدخروا أي جهد في مواكبة المواطنين وحمايتهم والتخفيف من أعبائهم، معرضين أنفسهم في بعض الحالات للخطر، ومنهم بالفعل وعندنا 10 الناس في السفارات والقنصليات الذين أصيبوا بهذا الفيروس. إذن من جهة كان الاشتغال على تخفيف العبء، ومن جهة أخرى كان العمل على تحضير العملية من خلال إحصاء العالقين، تحديد معايير والشروط التي من شأنها تنظيم ترحيلهم، والإعداد المادي واللوجستيكي. بدأت المرحلة الثانية انطلاقا من نهاية شهر أبريل، بدأت التحضيرات، وفي 15 مايو كانت أول عملية اللي همات مدينتي ستة ومليليا المحتلتين بحوالي 495. ثانيا كانت من بعد الجزائر ب 606 المواطنين في 30 مايو 4 يونيو، ثم إسبانيا ب 10 رحلات انطلاقا من 15 يونيو، واللي رحلت حوالي 1029 ديال المواطنين. ثلاثة ديال الرحلات كانت من الأندلس، ثلاثة كانت من مدريد، ثلاثة من كاتالونيا، وواحدة من لاس بالماس من جزر الكناري. علاش بدات هذه العملية؟ لأن الظروف تحسنت كما لاحظ الجميع. بدات بلادنا تتجاوز وضعية شح الكمامات. وصلنا إلى 10 ملايين كمامة في اليوم. ثانيا المخزون الوطني للتحاليل اللي كنا ما كنفوتوش في بعض الاحيان 3 ايام ولينا اليوم بعده اسابيع، انتقلنا من 100 تحليل في مارس الى 17000 يوميا اليوم. نسبه الحالات الايجابيه اللي كانت كتفوت 10% اليوم هبطت الى 0.6%. كانوا جوج المختبرات ولاو 23. نسبه الاماته كانت 12% اليوم هي اقل، هي في حدود 2%. وبمجرد بروز معالم التحكم في الوضعية الوبائية، إذن بدأ المغرب كيشتغل على هذه العودة، وتمت في المراحل الأولى في هذه الثلاثة المناطق، بالإضافة إلى إسطنبول اللي بدأت في الأسبوع الماضي. ومن ثم فقد استفاد من هذه العمليات في المرحلة الثانية ديالها، يعني من 15 ماي إلى الآن، 3157 مواطن. وتمت هذه العملية في إطار محددات واضحة وبروتوكول صحي صارم. المحددات هي 4. أولا أن العملية قد اقتصر على المواطنين الغير المقيمين بالخارج والذين غادروا المغرب بتأشيرة لا تزيد عن 90 يوم لأغراض سياحية مهنية طبية أو عائلية. المحدد الثاني هي أن هذه العملية مرتبطة بالإمكانات المادية واللوجستيكية وقدرات الاستقبال المتاحة، وبالنظر إلى تطور الوضعية الوبائية في المغرب، علما بأن الدولة المغربية تتحمل كافة نفقات هذه العملية. المحدد الثالث هو الطبيعة الإنسانية الصرفة لعملية الترحيل، وبالتالي تعطت الأولوية للمواطنين في وضعية هشاشة، هشاشة صحية، هشاشة مادية أو هشاشة اجتماعية. ولا بد من الإشارة هنا أننا اعتمدنا معايير الهشاشة كأساس لتحديد الأولويات حتى فيما يخص مناطق التدخل. بدينا بسبتة ومليليا المحتلتين، ثم الجزائر، ثم إسبانيا، ثم تركيا، على أساس أن المناطق اللي فيها عدد أكبر من الناس اللي في وضعية هشاشة. ومن كننتقلوا من دولة إلى أخرى، من كنقولوا راه انتهينا من هذه الدولة هذه، ما كانش أننا انتهينا من كل العالقين، ولكن قصنا العدد اللي كان كيهمنا من ما كنسميوهم بالمرحلين أو الأشخاص اللي في وضعية هشاشة. دار واحد البروتوكول اللي شرحته من قبل واللي هو يعني صارم جدا، اللي كيتطلب واحد التهيئة سواء في إعداد اللوائح، سواء فيما يتعلق بالتحضير قبل أخذ الطائرة، سواء عند الوصول. نعطيكم عدد واحد، أن الكل وفد كيجي من العالقين كيكون تقريبا واحد 300 شخص اللي كتعبأ ما بين قوات الدرك، قوات الأمن، ما بين الأطر الصحية وغيرها. غير الأطر الصحية 20 من الأطر الطبية لكل عملية، باش كدير داك لي دو تيست بي سي ار لكل مواطن اللي كيكون عايل. إذن فالعملية ماشي بهاد، يعني عملية ثقيلة ماشي سهلة، ولهذا وصلنا اليوم 3100 مواطن اللي رجعوا.
وضمن هذا البروتوكول الصحي ضمن لنا لحد الآن مرور عمليات العودة في جو آمن دون أن يترتب عن أي آثار سلبية تذكر على الوضعية الوبائية بالمغرب. وأوجه الشكر بهذا المناسبة لكل المتدخلين من قوات عمومية أطر صحية رجال ونساء الدرك الملكي والأمن والخطوط الجوية الملكية على تعبئتهم الشاملة في إنجاح هذه العملية. المرحلة الثالثة هي اللي بدأت من نهار الحد اللي فات اللي دزنا فيها غندوزو فيها من الحد اللي فات حتى الحد الماجي غتكون واحد السرعة أقصى بحيث أننا كنا كنستغلوا غير لي دو تيغ ديال الطائرات ثلثين فقط. اليوم غندو نستغلوا 100% من الطاقة الاستيعابية للطائرات بالتنسيق مع الخطوط الملكية ومع وزارة الصحة وهذا غيخلينا نرفعوا ب 50% من نسبة العائدين. ثانيا غادي نديروا من الحد اللي فات لحد البارح لحد الماجي من لو 21 من 21 ل 27 غنديروا 30 رحلة اللي هو تقريبا نفس العدد اللي درناه في هذا الشهر ونص اللي فات. ثالثا ستشمل عملية ترحيل المغاربة العالقين بالعديد من الدول في هذا الأسبوع. فبالإضافة إلى الدول اللي يوجد بها أعداد مهمة من العالقين اللي هي مثلا فرنسا في هذه الحالة هذه فإننا غنقوم كذلك بإرجاع العديد من المواطنين في دول مجاورة. ففي هذا الأسبوع من 21 حتى 27 غادي نرجعوا المواطنين من 17 دولة هي تركيا صربيا هنغاريا النمسا موريتانيا تونس الإمارات فرنسا البرتغال سويسرا بولونيا هولندا السنغال بلجيكا إيطاليا والمملكة المتحدة. هادو غيكونوا في هذا الأسبوع من 21 حتى 27 وبذلك سنرفع عدد المستفيدين ما بين 21 و 27 يوليو إلى 4644 بالمقارنة مع 3151 اللي درنا لحد الساعة من 15 ماي أي بزيادة تفوق 73% وهكذا مع نهاية الأسبوع المقبل غنكون رجعنا 7800 مواطن مغربي عالق. الأسبوع اللي من بعد هذا يعني من انطلاقا من يوم 28 ستستمر العملية في دول أخرى ألمانيا مصر دول الخليج تركيا غيكون مازالين فيها ودول أخرى. وتجدر الإشارة أنه في الدول اللي هي بعيدة اللي في آسيا وفي أمريكا اللاتينية أو الدول اللي فيها عدد قليل من المواطنين العالقين كنفكروا أولا في وضع واحد المنصة إقليمية واحد الهب اللي غنجمعوهم فيه وبدينا يمكن تكون إسطنبول ولا يمكن تكون الدوحة ولا باريس غنجيبوهم لتما ومن تما عاد تكون رحلات باش ندخلوهم للمغرب. كما غنستعملوا الطائرات اللي جايه باش تاخذ مواطنين دول اجنبيه عالقه في المغرب باش انها تجيب لنا المغاربه. هذا غنديروه مع كندا وغنديروه مع الولايات المتحده مثلا. اذا في الفتره اللي استغرقت التحضير لهذه العمليه ما هو الا انعكاس للتعامل الجاد والعقلاني معها والنابع من الوعي العميق بالتحديات المرتبطه بتنفيذها. واليوم تصل عمليه الترحيل الى وتيرتها القصوى ونحن نستحضر كلنا الصعوبات اللي واجهها المواطنين العالقين في هذه الفترة. ولكن أبقى على قناعة تامة أن الهاجس كان ولا يزال هو عدم المجازفة بسلامتهم وسلامة ذويهم والمواطنين بشكل عام. وبالتالي في هذه العملية غادي تتم انطلاقا من هذا الأسبوع بواحد الشكل مختلف يعني غادي بدون ندخلوا 5000 6000 كل أسبوع. عملية مرحبا بسرعة عملية مرحبا هذا واحد الكونسيبت اللي كيعني تحضير من شهر ابريل اللي كيعني تنسيق مع العدد من الدول اللي كيعني ماشي غير العبور كيعني كذلك انيماسيون كتكون انشطه ثقافيه انشطه ترفيهيه واللي كيعني كذلك ان تدخل العديد من المؤسسات يمكن بديهي وطبيعي. اليوم عندنا عمليه مرحبا كما كنعرفوها كما هي عرف كل في كل صيف ما كايناش لان ما حضرناش في ابريل لان الدول الاوروبيه مازال في ذاك الوقت ما سدتش الحدود ما بقى سد الحدود. اذا عمليه مرحبا بالبرمجه ديالها بالتحضير ديالها يعني هذا تحصيل حاصل انها ما كاينش. تعال وقت السيد الوزير اللي كاين هي عوده المغاربه لبلدنا. نعم لا ينتفهم ما عندناش مشكل كاين ضوابط باش تحكم الجلسه. الان الوزير استثناء انا خليه يكمل حتى واحد اخر ما يقول لي اعطيني انا الوقت زيد متفقين. تفضل السيد الوزير. شكرا. اذا نميز ما بين مرحبا اللي هي واحد العمليه معروفه واحد تقاليد عندها واحد التحضير ثقيل يعني
الا ما بديتيهاش في افريل ما يمكنلكش تبدا في لوكان جوان. حنا فتنا هاد التحضيرات وبالتالي من البديهي ان مرحبا ما كايناش بالشكل ديالها. المغربي انه يعود الى المغرب خارج عمليه مرحبا هذه امر طبيعي مرتبط باربعه الامور. مرتبط اولا بفتح الحدود الدوليه للمغرب البريه والجويه، مرتبط ثانيا بان الدول المرور اللي غيكون فيها اللي هي ايطاليا اسبانيا وهذا بانها تاخذ تدابير واللي كتضمن هذا المرور، مرتبطه ثالثا بالوضعيه الوبائيه الدوليه وشفنا اليوم الاوميس ولات كتهضر على واحد العوده ديال الفيروس والوطنيه كذلك، ومرتبطه اخيرا بالبروتوكول الصحي اللي غيدير المغرب لكل عائد الى المغرب. الا كان اليوم المغرب عنده بروتوكول واضح اللي كيجي كيخصو يدير حجر صحي 9 ايام على الاقل ويدير دو تيست بي سي ار. الا كان هذا البروتوكول غادي يبقى فغيكون عنده تاثير على العوده. اذا العمليه كل هذه العوده غتكون مرتبطه بهذا الاربعه الاعتبارات وبالتطور ديال هذه الاعتبارات هذه. ما جاوبتش على واحد السؤال على شنو دارت الوزاره في هذه الفتره هذه. طبيعه الحال الوزاره اشتغلت على اربعه المحاور. المحور الاول كان هي مواكبه الحصول على المستلزمات الصحيه اللي محتاجها المنظومه الصحيه الوطنيه، وهذا كان دور كبير اللي قامت به وزاره الخارجيه. ثانيا الوزاره واكبت المبادره الملكيه فيما يتعلق بدعم الدول الافريقيه وشفنا النجاح اللي عرفته هذه المبادره. ثالثا الوزاره اشتغلت مع في اطار التعاون الدولي مع المانحين الكبار باش يقدموا مساهمات لصندوق كوفيد وشفنا الاتحاد الاوروبي شفنا الولايات المتحده وغيرها. واخيرا الوزاره اشتغلت على مساله ابراز التجربه المغربيه في المحافل الوطنيه في المحافل الاقليميه والدوليه كتجربه رائده للتعامل مع هذا الوباء، ولكن كان الجهد الكبير كان للعمل القنصلي وللتعامل مع وضعيه المغاربه العالقين بالخارج. شكرا. شكرا سيد الوزير. نمر الان للمناقشه. نعطي الكلمة لفريق العدالة والتنمية فليتفضل أحد النواب مشكور. تفضلوا سيد النائب، لكم من الوقت 3 دقائق فاختاروا بين المنصة ومكانكم. تفضل. شكرا السيد الرئيس، شكرا السيد الوزير على ما تفضلتم به. في الحقيقة نهنئ أنفسنا جميعا على ما بدلنا لمواجهة هذا الوباء. لا شك طبعا أنها كانت لحظة استثنائية في تاريخ البشرية جمعاء يكتنفها الغموض وكثرة الاستفهامات والخوف من المجهول، مسكونة من جهة بالحذر الواجب والاقتحام المتوجز. نحن في نقدر أن المغرب كان حظنا من الصواب في هذه المحنة وافرا بسبب بفضل الله بحكمة جلالة الملك حفظه الله وعجل بشفائه. ومن هذه النقاط الإيجابية ذكرتم أشياء لا داعي لكي أكررها: الاستباقية، الحس التضامن للمغاربة، انحياز الدولة المغربية لقدسية الإنسان، الإبداع والتكيف السريع الذي أبدع المغاربة في مجال التصنيع إلى آخره. لم ينكفئ المغرب أيضا على ذاته، تضامن مع الدول الإفريقية مع عمقه الإفريقي، والكمال لله طبعا. في ظل هذا الشيء نعتز نسجل ان في نقطه العالقين كان هناك بعض النقص العائد من جهه في تقديرنا الى عدم وضوح الرؤيه بالشكل الكافي في البدايه الذي يبدد قلق ومخاوف العالقين. النقطه الثانيه ان كان خص واحد التوسيع نتاع المدى نتاع التواصل رغم الجهد المبذول المقدر نتاع القنصليات والسفارات، ولكن الحاجه كانت في اعتقادنا كبيرة للدعم بالموارد المالية والبشرية إضافية، وعدم بسط خطة مفصلة واضحة المعالم مبنية على الاحتمالات الواردة والمخاطر الممكنة. هذه الأشياء كلها يعني تجعل المغاربة الذين كانوا عالقين كما عبرت عن ذلك رسائلهم تواصلهم فارسة للقلق والتساؤل، والذي وصل أحيانا في بعض الأماكن إلى الاحتجاج. كم كان سيكون مفيدا لو أدرك العالقون بهذا الشيء اللي تقال اليوم سبب تأجيل عودتهم بتواصل ذكي ودليل حجاجي مؤسس. ونحن اليوم في لحظة أخرى سعداء بهذا الشروع في إعادة العالقين. وحبذا السيد الوزير لو فصلتم في هذه المعايير التي تحدثتم عنها ووصفتموها في أحد تدخلاتكم بأنها مبنية أساسا على معايير إنسانية،
لأننا تصلنا اليوم بعض التشكيات، نريد أن تباشروا التأكد مما يشاع من عدم احترام هذه المعايير في بعض الأماكن، الشكايات التي توصلنا بها مثلا من برشلونة ومن إسطنبول. كما نتساءل عن المدة الزمنية التي ستستغرقها العملية ككل، وكيف سيتم التعاطي مع عودة طلابنا الوشيكة والذين قدرتم عددها في لقاء اللجنة ب 80,000. وكاين تساؤل نتاع العالقين تيقول لك واش ديك الطائرات اللي تتدي هذه الإعانات للدول الإفريقية الشقيقة ألا يمكن أيضا أن تستعمل في عملية إعادة العالقين بهذه الدول الإفريقية؟ نفس السؤال بخصوص مغاربة العالم الذين سيلتحقون بأرض الوطن، ماذا أعد لذلك؟ سيد الوزير ختاما، قدر عالمنا فيما يبدو أن يتساكن مع هذا الوباء، ولعل عنوان الدرس الكبير. شكرا. أعطي الكلمة لفريق الأصالة والمعاصرة، فليتفضل السيد نائب محترم مشكور. ثلاث دقائق. السيد الرئيس، السيد الوزير، السيدات والسادة النواب محترمون، بداية لابد أن نستحضر المستوى المنفرد للدولة المغربية بتعليمات قوية من جلالة الملك حفظه الله وشفاه، التي أثارت الاهتمام بالوضع الصحي للمواطنات والمواطنين كمصلحة عليا للوطن على كل الاعتبارات الاقتصادية من خلال قرار الحجر الصحي وحالة الطوارئ. كما نتمن عاليا مبادرة جلالة الملك بتقديم مساعدات طبية من أجل مواكبة البلدان الإفريقية الشقيقة في جهودها لمكافحة جائحة كوفيد-19. السيد الوزير، يؤسفني أن أقول لكم بأن الحكومة فشلت في تدبير ملف المغاربة العالقين سواء داخل أرض الوطن أو خارجه. فشلت فشلا ذريعا في التعاطي بالشكل المطلوب بالسرعة اللازمة من أجل إعادة ما يزيد عن 30,000 مغربية ومغربي إلى أرض الوطن، وتركت أزيد من ثلث منهم بيواجهون مصيرهم لوحدهم لأزيد من 3 أشهر. هذا من جهة. من جهة أخرى، الحكومة أهملت وتناست مغاربة العالم الذين ظلوا طيلة فترة الحجر الصحي عالقين بالمغرب بعيدا عن أسرهم وذويهم ومقرات عملهم في بلاد المهجر، ولا زالوا لحد اليوم يعانون رغم أن دول الاستقبال عادت بها الحياة الاقتصادية والمهنية بشكل طبيعي دون أن يكون لهم أي مخاطب رسمي سوى التمثيليات الدبلوماسية لبلدان المهجر. سيد الوزير، إن الوتيرة التي قامت بها وتقوم بها الحكومة بإرجاع المغاربة العالقين خارج أرض الوطن اتسمت بالبطء، فقد كان عليكم السيد الوزير إخضاع العائدين للتحاليل المخبرية بشكل مباشر، فالإمكانيات المادية متوفرة، لكن للأسف الحكومة اختارت تجاهل مغاربة العالم العالقين خارج وداخل أرض الوطن بدعوى توفير الظروف المناسبة والملائمة، بل أكثر من ذلك عاشوا ضغطا نفسيا رهيبا ولا زالوا يعيشونه لحد الآن بسبب التصريحات والتصريحات المضادة بين أعضاء الفريق الحكومي بخصوص القضايا التي تهم مغاربة العالم. فشل الحكومة في هذا الملف لم يقتصر على المستوى التدبيري فقط، بل على المستوى التواصلي أيضا، ويبدو أن الحكومة طالها حجر تواصلي كبير. لا نفهم حجم التكتم والتعتيم التي أحاط تدبير الحكومة لمختلف القضايا ذات الصلة بمغاربة العالم. لا يعقل أن نستقي أخبارا عن فتح الحدود البحرية لبلادنا من قنوات ووسائل تواصل أجنبية، في حين أننا كنواب للأمة راسلنا الحكومة مرارا وتكرارا وطرحنا أسئلة عديدة بهذا الخصوص، لكن للأسف لا مجيب. السيد الوزير، مغاربة العالم عانوا الأمرين ولا زالوا يعانون، عانوا من تجاهل الحكومة وتركوا يواجهون مصيرهم لوحدهم، وعانوا من تداعية الجائحة وتأثيرها على مدخولهم ووضعيتهم المادية والظروف العصيبة التي مر منها العالم بأسره. لكن مقابل ذلك الحكومة لا تصور لها حول الأمر، هناك أخبار تتداول حول الشروع. شكرا سيد نائب محترم، انتهى الوقت. أعطي الكلمة لأحد النواب عن فريق التجمع الدستوري في دقيقتين. تفضلوا سيد نائب محترم. سيد الرئيس المحترم، سيد الوزير المحترم، سيدات والسادة النواب المحترمون، يشرفني أن أشارك في هذه الجلسة باسم فريق تجمع الدستوري في مناقشة العمل الدبلوماسي الوطني خلال أزمة الطوارئ الصحية والحجر المنزلي، منوهين في البداية بالمبادرة الملكية الإنسانية تجاه القارة الإفريقية بتقديم مساعدات طبية عينية مصنعة محليا ل15 بلدا من مختلف جهات القارة،
المبادرة التي كان لها وما يزال وقع إيجابي وتقدير عميق وطنيا وقاريا وحتى دوليا. كان أحدثها البيان الذي صدر البارحة من مكتب الشبكة الليبرالية الإفريقية، والذي يمثل حزب الاتحاد الدستوري فيه أحد نواب رئيس الشبكة، والذي أشاد بهذا العمل الإنساني في بلاغ معنون بإفريقيا تساعد إفريقيا. عبر خلاله رئيس الشبكة عن متمنياته بالشفاء العاجل لصاحب الجلالة حفظه الله. بعد متابعتنا لعرض السيد الوزير حول برنامج عودة المغاربة العالقين وحول أفق موسم مرحبا لهذه السنة، لا يسعنا إلا أن نسجل بإيجابية ما ورد على لسان السيد الوزير. بعدما عشنا قلقا كبيرا وتتبعا لأوضاع إخواننا العالقين بصفة خاصة وإخواننا المقيمين خارج الوطن بصفة عامة، وهم جميعا مرحبا بهم في وطنهم وبين أهلهم. وقد كشفت لنا جائحة كورونا وتداعياتها النفسية والاجتماعية عن مدى تعلق مغاربة العالم ببلدهم، وتعلق المغاربة بجاليتهم وتقديرهم لدورها ومساهمتها في تنمية وتطوير اقتصاد بلدها ونموه وتقدمه حاضرا ومستقبلا. ونلح بهذه المناسبة على أولوية إدماج الكفاءات المهنية والمؤهلات والخبرات المتنوعة التي يوفرها مغاربة العالم في السياسات العامة والقطاعية اقتصاديا وسياحيا ومهنيا وثقافيا. شكرا. شكرا سيد نائب محترم. أعطي الكلمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، تفضلوا أحد النواب على الفريق، تفضلوا سيد النائب. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، كنتمنوا المجهودات المبذولة اللي دارت الحكومة لمعالجة قضية المغاربة العالقين بالخارج بتعليمات ملكية سامية، وكنقدروا المجهودات اللي قامت بها مختلف السفارات والقنصليات في المغرب من أجل التخفيف من معاناة العالقين. لكن سيد الوزير، كنسجلوا ارتباك ديال الحكومة، ارتباك في ملفات اللي هي جد مهمة، في ارتباك في البروغرام ديال الحكومة، كيفاش غتعامل مع هاد الناس. احنا تنهضروا ما بعد كورونا وتنهضروا ما بعد العودة، كيفاش السيد الوزير هاد الناس فين غادي تحطوهم؟ واش غادي تكرفص اللي تكرفصوا على برا غيجيو يكملوا عليه هنا؟ هاد الحجر الصحي لواحد الانسان محروم من عائلته ومأثر عليه هاد الشيء نفسيا اقتصاديا بسيكولوجيكيا، ما نعرف انا جميع التأثيرات اللي كتأثر علينا احنا كإنسان، كيتعرض لها هاد السيد او لهاد السيده اللي عالقين على برا، ونجيبوه نحبسوه نزيدو نكملوا عليه داكشي اللي خاصو. هاد الناس خصهم تعطاهم واحد 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 يعني واحد المعامله جد خاصه، لان فيهم ناس اللي كيشتغلوا في القطاع بطبيعه الحال الخاص. هاد الناس توقفوا على العمل ديالهم، ربما خص يكون واحد المواكبه ديال الحكومه ككل، ليست فقط وزاره الخارجيه، كلكم مسؤولين كحكومه انكم توفروا لهاد الناس ظروف نفسيه اللي يرتاحوا فيها. ثم ملي تنتحطوا على المغاربه العالقين على برا السيد الوزير، راه ماشي غير فرنسا وبلجيكا ولا الدول الاوروبيه، لان هذا يعني بديهي دي لو بروميي جويا ان شاء الله كلشي الناس راه غادي تلتحق، ولكن كاينين ناس اخرين اللي في استراليا، اللي في دول بعيده، اللي في امريكا، اللي ما عارفين عليهم حتى شي حاجه، وانتم عارفين الظروف القاسيه اللي تيعيشوا فيها. طلبه السيد الوزير، طلبه هما راه عندهم مشكل، راه كاينين ولاو دي سون دوميسيل فيكس على المراه، ما سدوا الجامعات اللي كانوا فيها في اون كومبوس، خرجوا ما عندهمش فين يسكنوا، ما عندهمش ما ياكلوا، الناس مكرفصه السيد الوزير. فقط حنا بغيناكم غير التواصل، راه كاين مشكل ديال التواصل ديال الحكومه مع الشعب المغربي، وهذوك الناس اللي على برا بالنسبه للعمليات مرحبا، راه خصهم يديروا دي بروغرام ديالهم، عندهم دي دات فين ياخذوا دي كونجي باش يشوفوا، لان خصكم تخرجوا وتهضروا مع المغاربه وتكونوا صريحين معاهم، ها العدد اللي غندخلوا، ها كيفاش غيكون، ها شكون اللي ممكن يجي، ها اللي جا حتى للحدود ودرنا ليه البيستول اللي لقينا فيه السخانه غيعاود يضرب داك العدد كله ديال الكيلومترات باش يرجع، ربما يقدر يقبض دي كورونا بين فرنسا واسبانيا، شنو ذنبه هو؟ دونك هادشي كلنا خصنا نفكروا فيه وناخذوا بعين الاعتبار هاد المسائل هادي. ربما غنسطر على واحد المساله كذلك اللي هي مهمه، وهي الاستعجاليه. حنا راه ماشي يعني هاد السؤال بالنسبه للاغلبيه ديالنا النواب والنائبات، راه غتقول لنا ان بو ديباسي لان بديتوا تدخلوا، ولحد الساعه ما عندكمش انفيزيبيليتي سيد الوزير، منين تتهضر لينا تتقول لنا لحد الساعه،
لحد الساعة، يعني حنا بغينا ما بعد لحد الساعة، يعني هاد الناس خصنا نهضروا معاهم ونكومونيك نكونوا صريحين ونقولوا لهم ها اللي كيتسناكم. وشكرا. أعطي الكلمة للفريق الحركي، تفضلوا سيد النائب المحترم. مشكورين. شكرا السيد الرئيس، السيد الوزير، السيدات والسادة النواب. سيد الوزير، نشكركم باسم الفريق الحركي على المعطيات التي تقدمتم بها والتي تترجم حجم المجهودات الذي بذلته وزارتكم سواء على المستوى المركزي أو على المستوى مختلف السفارات والقنصليات المغربية بالخارج. وأكيد أن مجال التدخل هذه الوزارة تصدرت اهتمام الرأي العام بشكل كبير خلال هذه الجائحة، ولا سيما قضية المغاربة العالقين خارج أرض الوطن، ولو أن هذا الانشغال لا يمكن أن يخفي باقي مجالات اهتمام الوزارة في الجانب الدبلوماسي وقضايا مغاربة العالم سواء أثناء الجائحة أو بعدها. الأمر الذي يستدعي التحلي بالنظرة الاستباقية التي وسمت التعامل مع هذه الجائحة على جميع المستويات. فبفضل النهج الذي اتخذه جلالة الملك محمد السادس نصره الله أسلوبا وتدبيرا، وبالتالي فإننا نؤكد على ضرورة وضع خطة محكمة تمتد إلى ما بعد الجائحة وفق منهجية تشاركية، لا سيما بالنسبة لمغاربة العالم الذين نوجه إليهم التحية من هذا المنبر نظرا لتفردهم في معانقة قضايا الوطن والانخراط في همومه ومساهمتهم القوية في مجهوداته الاقتصادية والاجتماعية. بالنسبة للمغاربين العالقين بالخارج، نتفهم الإجراءات المرتبطة بالترحيل ونتابع انكتاب المجهودات التي بُدلت قبل الترحيل وبعده، كما نسجل بارتياح إدراج بعض الدول الأخرى ضمن رحلات عودة مغاربة العالم في الأسبوع المقبل، ويتعلق الأمر مثلا بإيطاليا التي يوجد بها عدد كبير من المغاربة العالقين، لا سيما أن من بينهم كبار السن والمرضى والحوامل ومسؤولين إداريين ورؤساء جماعات أيضا، نعرف من بينهم رؤساء جماعة بفقيه بن صالح. نعتقد أن الضرورة تستدعي التسريع لعودتهم للقيام بمهامهم إلى جانب باقي المتدخلين في تدبير هذه الجائحة. كما نؤكد السيد الوزير وضع على نعم السيد الرئيس تفضل. كما نشكركم السيد الوزير على وضع تصور واضح بأجندة زمنية مضبوطة لعودة كل العالقين، متمنين أن يكون السقف الزمني لهذه العودة قبل عيد الأضحى لتكتمل فرحة العائلات بلم الشمل سواء بالنسبة لجاليتنا أو طالبتنا في الخارج. وبالنسبة لطالب السيد الوزير، مجموعة من الطالبة المغاربة اللي اليوم كيحاولوا يتسجلوا في ماستر خارج التراب الوطني خصهم الإمكانية ديال الدعم والمواكبة في هذا المجال. وفي نفس السياق نتمنى بذل نفس المجهود بالنسبة للمغاربة العالقين داخل أرض الوطن، حيث أن الإجراءات المرتبطة بالجائحة اضطرتهم إلى عدم الالتحاق ببلدان الإقامة بسبب إغلاق الحدود، لا سيما أن عددا منهم مهددون بفقدان شغلهم علاوة على اعتبارات أخرى إنسانية واجتماعية. بالنسبة لعملية العبور مرحبا، نعتبر بأن كل المغاربة ينتظرون هذا الموعد السنوي. وفي هذا الإطار نود منكم السيد الوزير تنوير الرأي العام الوطني حول الخطة التنظيمية لهذه العملية. شكرا سيدنا المحترم، انتهى الوقت، شكرا لكم. أعطي الكلمة للفريق الاشتراكي في دقيقتين. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، ممكننا إلا نتمنوا المجهودات اللي كتقوموا بها، واللي لا شك لأن ما خفي في عملكم هو أكبر مما هو ظاهر وشغل الرأي العام. كنسجلوا بداية الاعتزاز ديالنا بالقرار الملكي وتعليماته بإرسال المساعدة الطبية إلى عدة دول إفريقية شاققة. هذا الأمر كيأكد أن العلاقة بين المغرب والدول الإفريقية الشقيقة ليست علاقة خطابات عاطفية أو رسائل دبلوماسية بقدر ما هي علاقة عملية سواء في بعدها الإنساني أو السوسيو اقتصادي، وهو تجسيد العلاقة التعاون رابح رابح اللي أكدت عليها بلدنا. السيد الوزير، تكلمت على المغاربة المقيمين العالقين بالخارج ووضحت واحد المجموعة الأمور، وجيد جيد أنكم وضحتوها، وكان سيكون من الأفضل لو أنكم وضحتوها في أول اجتماع بلجنة الخارجية. كان في ذاك أول اجتماع ما كانش يتم الحديث على أن الرجوع ديالهم قريب إن شاء الله، كان يتقال على أنه هناك ظروف يجب أن تهيئ وعليهم أن يصبروا إلى أن تتهيئ هذه الظروف، لأن ذاك الغموض الذي عاش فيه المغاربة العالقين بالخارج والذين يعيشون فيه إلى اليوم هو الذي يزيد من معاناتهم. ملي كيكون الأفق واضح، وأكدناها في مداخلات سابقة، حين يكون الأفق واضح على الأقل الإنسان يعرف أن هناك لحظة زمنية قادمة سيحل فيها المشكل. كنتمنوا المزيد من التواصل.
فيما يتعلق بالمغاربه المقيمين بالخارج. السيد الوزير يمكن لي نقول لك على انكم من خلال المداخله ديالكم الحديث عن عمليه مرحبا سديتوا الباب وفتحتوا الشرجم، قلت عمليه مرحبا ما كايناش، ولكن المغاربه يمكن لهم يجيو بطبيعه الحال المقيمين بطبيعه الحال الا تحلت الحدود وتوفرت واحد مجموعه الشروط. ولكن حنا اللي كنطالبوا السيد الوزير وانكم خصكم توضحوا شنو هذا الافق القريب، شنو فيه جميع الدول كتبين شنو هو الافق، كتعطي محطات ولو بعيده يمكن لك تراجع عليها من بعد الا ما سمحتش الظروف، توضع واحد المجموعه ديال الاجنده تكون واضحه امام المواطنات والمواطنين باش يعرفوا ما ينتظرهم مستقبلا. شكرا. شكرا سيد النائب المحترم، اعطي الكلمه للمجموعه النيابيه للتقدم والاشتراكيه. تفضل سيد النائب المحترم. مشكور. شكرا سيد الرئيس، الساده الوزراء، السيدات والساده النواب المحترمين. بدايه نسجل اشادتنا بالمبادره الملكيه التضامنيه تجاه عدد من البلدان الافريقيه من اجل دعم جهودها في مواجهه جائحه كوفيد 19. ونعتبر هذه الخطوة تجسيدا للمبادئ والقيم النبيلة التي يقوم عليها نموذج التعاون المغربي إزاء بلدان قارتنا الإفريقية. ونسجل كذلك ارتياحنا لعملية إجلاء المغاربة العالقين والمجهود الكبير الذي بذلته القنصليات والسفارات في تقديم الدعم المادي والمعنوي. ولو أن العملية تأخرت وتسببت أحيانا في معاناة بعض العالقين ونحن نتفهم سيد الوزير الصعوبات المرتبطة بالموضوع. ونستغل هذه المناسبة كذلك لنتقدم بأحر التعازي لأسر وذوي الضحايا من المواطنين والمواطنات المغاربة المقيمين بالخارج الذين وفاتهم المنية في هذه الظروف الاستثنائية ولم يتمكنوا من دفنهم بأرض الوطن. كما نثير معكم سيد الوزير المحترم أهمية وأولوية موضوع المغربيات العالقات في الحقول والضيعة الإسبانية ولهم لهن رغبة في العودة إلى أرض الوطن خاصة في هذه الظروف الصعبة. السيد الوزير المحترم، نحن على أبواب العطلة الصيفية وهو الموعد الذي اعتاد مغاربة العالم انتظاره بفارغ الصبر، وهذا الموعد السنوي يأتي اليوم في ظروف استثنائية مرتبطة بكوفيد 19. هذه الظروف الاستثنائية تتطلب ترتيبة محكمة لعملية العبور واتخاذ كافة التدابير الممكنة لتيسير هذه العملية ومرورها في أحسن ظروف. شكرا سيد الرئيس. شكرا لكم، بهذا نكون قد دخلوا جميع الفروق. تفضلتم منذ قليل بكرمكم لإعطاء السيد الوزير دقيقتين وهو الآن يطلب مزيدا من الإكرام، فهل تتفضلون مرة أخرى بدقيقتين؟ تعفقين؟ تفضلوا السيد الوزير في دقيقتين. ايوا بس نطلب. شكرا سيد الرئيس. تفضلوا. انا كنظن بان العديد من الاسئله كان فيها الجواب في الارض، باش نكونوا واضحين بان كل الدول اللي فيها عالقين في وضعيه هشاشه غادي تفك من لهنا 15 يوم. اللي غيدوز في هذا الاسبوع غنكونوا دوزنا واحد 17 دوله وتبقى لنا دول اخرى. هضرتي على استراليا ولا على هذا، فاحنا هذا الاسبوع جايين الناس من جابون، كنقول لهم اجي وصلوا لفرنسا. المغرب ما عندوش الامكانيات يصيفط الطائره الا وضرب عاد الناس في استراليا، ولكن كنقول لهم اجيو لفرنسا ونجيبوكم ولا البغيزي. اذا هذه النقطه الاولى بان كل المناطق هي معنيه ولكن في اطار الهشاشه. باش نكون عاوتاني في منطقة المسؤولية، هادشي ديال الحجر الصحي لا جاو ما يديروش 9 ايام ولا هادي مسؤولية. انا رايي فيها كنتبع ما كتقول وزارة الصحة كتقول سلامة المغاربة كيخص ان تيست 9 جوغ ومن بعد ان تيست. انا يعني هادي مسألة ارواح وهادي مسألة اللي مرتبطة بآراء علمية، فبالتالي المغرب اختار هذا البروتوكول. الى ان يغير المغرب هذا البروتوكول، احنا كوزارة الخارجية اي مغربي اي اجنبي كل من تطأ قدمه المغرب كيمر من هذا البروتوكول الصحي. دول كاينه دول في الخليج باقا كدير هادشي، كدير 15 يوم بعد، يعني كل دولة وهذا القرار هذا ماشي يمكن ناخذه بهذه السهولة. النقطة الثالثة، المغرب ما يمكنلوش يستمر في انه يتحمل
تكاليف ديال 70-80 ألف. باش نقولوا حنا اليوم كنقيسوا عمليه انسانيه الناس اللي ما عندهمش، كنفكروا من بعد في صيغه اخرى اللي تكون بحال اللي كيديروا دول اخرى في علاقه مواطن كيشريو ان باكيج اللي فيه الطائره وفيه لوطيل وفيه التحليله وفيه كل شيء. هذه مساله اخرى لا بغينا نفوتوا. اما اللي كيقول بان الدوله المغربيه كل واحد بغى يرجع اللي يمكن يكونوا 80 ألف 90 ألف، خصنا نفكروا مرتين قبل ما نمشيو في هذا الطريق. حنا اليوم كتحمل الدوله المغربيه نفقات حوالي 8 ألف اللي غادي ترجع. بعد ذلك خصنا نفكروا في صياغ اللي غتمكننا اننا باش ندوزوا المراحل الاخرى. النقطه الثالثه اللي تقالت على علاش ما رجعوش قبل، انا كنت واضح بان هذه مغامره. يمكن اليوم كانوا يرجعوا والاخ السيد النائب قال راه كاينين الامكانيات، ما كانوش الامكانيات. لكن انت كانت الدوله كدير 100 تيست في النهار وكنقولوا غنرجعوا ليها 400، سميتي المغرب كله ما يديرش لي تيست داك النهار. دونك نكونوا واقعيين ونكونوا عمليين. الا اتخذ القرار ديال ان الامكانات ما كانتش في البدايه فهي ما كانتش، وكان التركيز على الوضع الداخلي. شكرا السيد الوزير على لا حسن المساهمه في هذه الجلسه. نمر الى القطاع الموالي وهو قطاع الصحة، وسينوب في الإجابة عن هذا القطاع السيد وزير الشغل والإدماج المهني مشكورا نظرا لوعكة صحية للسيد الوزير. نمر الآن سؤالين في إطارة وحدة الموضوع، فليتفضل أحد النواب عن فرق الأغلبية مشكور. تفضلوا السيد النائب محترم. السيد الرئيس، السيد الوزير، قامت بلادنا ولله الحمد تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة بتبني إجراءات وتدابير احترازية جنبت بلادنا أسوأ السيناريوهات مقارنة مع دول أخرى. السيد الوزير، إذا كان الشروع في مخطط أو في تنزيل مخطط الرفع التدريجي لتدابير الحجر الصحي بدأ منذ 10 يونيو الماضي، فإننا نسائلكم اليوم عن أولاً تقييمكم للحالة الوبائية لبلادنا، ثانياً كيف تعاملون مع الوضع الوبائي بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، ثالثاً وهذا هو الأهم، ما هي خطتكم أو خطة الحكومة لإعادة بناء أو إعادة النظر في المنظومة الصحية ككل، على اعتبار أن الوباء فرض علينا التفكير جدياً ومليئاً في إعادة بناء المنظومة الصحية في بلادنا. شكرا لكم. شكرا سيد نائب محترم. أعطي الكلمة لأحد النواب عن فرق المعارضة. تفضلوا سيد نائب محترم. شكرا سيد الرئيس. لا شك السيد الوزير، جائحة كورونا أبانت عن حجم اختلالات التي عرفها قطاع الصحة بالمغرب، والشيء الذي أدى إلى استدعاء الطب العسكري للتدخل بتعليمات ملكية سامية لدعم منظومة الصحية بمواجهة خصاص مسجل. وهذه الأزمة سيد الوزير أعادت القطاع الصحة قيمته وأعطته دروس كثيرة لخروج منها بمنظومة صحية في مستوى التحديات تنتظرنا. السيد الوزير، في هذه الأيام ارتفاع كبير في عدد الحالات المسجلة في بعض الأقاليم بعد رفع التدريجي للحجر الصحي، لهذا نسائلكم حول الإجراءات المتخذة للتحكم في وضعية وبائية للحد من انتشارها، وما هي التدابير المتخذة لتهيئ المستشفيات وتجهيزها بالمعدات الأدوية الضرورية. كما نسائلكم السيد الوزير عن إجراءاتكم لتحفيز عاملين بقطاع الصحة، وبغيناكم تنوروا الرأي العام الوطني بشأن المعايير الأخيرة اللي خديتها من تنقل مرضى ما بين مدينتين بن سليمان وبن قريب. شكرا. شكرا. شكرا سيد نائب محترم. سيد الوزير تفضلوا. مشكورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمين. سعيد أن أقف بين يديكم اليوم نيابة عن السيد وزير الصحة الذي تعذر عليه الحضور لطارئ صحي
التفاعل مع تساؤلاتكم في موضوع الخطة التي أعدتها وزارة الصحة لتوسيع قاعدة العلاجات وتأهيل القطاع بعد التخفيف من قيود الحجر الصحي. بداية، لا يسعنا جميعا إلا أن نتوجه بالدعاء إلى الله تعالى أن يحفظ جلالة الملك ويمن عليه بالشفاء العاجل ويجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا ويجنب أهله المحن والأسقام، كما نطلب من الله أن يرحم جميع موتانا الذين قضوا بسبب المضاعفات الناتجة عن فيروس كورونا، وأن يعافي مرضانا الذين لا يزالون في هذه الأثناء تحت الرعاية الطبية والتتبع الصحي، كما توجه بالشكر والعرفان إلى كل الأطقم الصحية الطبية والتمريضية والتقنية والإدارية وباقي المستخدمين العاملين داخل المستشفى وخارجه الذين يقفون على مدار الساعة في الصفوف الأمامية لمواجهة تفشي الوباء لبلائهم الحسن والاتقاء الكبير التي وضعها فيهم المغاربة لضمان سلامتهم الجسدية والنفسية وأمنهم الصحي. والشكر موصول كذلك إلى باقي الأطقم المجندة المنتمية إلى الهيئات والأجهزة الأمنية والسلطات المحلية والوقاية المدنية والداخلية والطب العسكري، إضافة إلى كل القوى الحية ببلادنا والتي تضافرت جهودها جميعا في التعبئة الوطنية وحشد الدعم والمساندة لجهود السلطات العمومية في محاربة هذه الجائحة. وتفاعل مع تساؤلاتكم سيدات السادة النواب حول موضوع الخطة التي وضعتها وزارة الصحة لتوسيع قاعدة العلاجات وتأهيل هذا القطاع بعد التخفيف من قيود الحجر الصحي، سأستعرض أمامكم ثلاث محاور أساسية. المحور الأول، مستجدات الحالة الوبائية ببلادنا. المحور الثاني، تقييم هذه الحالة في ظل التخفيف التدريجي لتدابير الحجر الصحي واستئناف الأنشطة الصحية. ثالثا، استراتيجيات الوزارة لإعادة النظر في المنظومة الصحية. أولا، مستجدات الحالة الوبائية ببلادنا إلى حدود صباحة يوم الاثنين 22 يونيو الجاري اليوم، منذ 2 مارس 2020 تاريخ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بمرض فيروس كورونا المستجد ببلادنا، لا زلنا نؤكد على أن الوضع الوبائي ما زال متحكما فيه حتى اليوم، وذلك بفضل المجهودات الكبيرة التي تبذلها السلطات العمومية لاحتواء الوباء والحد من انتشاره عبر التطويق السريع للبؤر المكتشفة وتتبع وعزل كل المخالطين، ثم بالانتقال في مرحلة ثانية إلى إجراء الكشف المبكر عن حالة كوفيد-19 عبر توسيع التحاليل المخبرية إلى أقصى درجة ممكنة داخل الهياكل والقطاعات الإنتاجية التي لها ارتباط مباشر بالمواطن. إن مخطط تخفيف الحجر الصحي الذي قررته الحكومة والذي يقسم تراب المملكة إلى منطقتين، المنطقة الأولى خضراء والثانية برتقالية، مرتبط ارتباطا وثيقا بمعدل انتشار الفيروس والوضعية الوبائية العامة بالمملكة. وإلى حدود صباحة يومه الاثنين تم تسجيل ما يلي 10,079 حالة مؤكدة، 8,319 حالة تعافي، و214 حالة وفاة، 1,546 حالة نشيطة قيد العلاج بنسبة 15.34%. بعدما سجل عدد هذه الحالات أدنى مستوى له منذ مطلع أبريل الماضي 595 حالة في الخامس من يونيو الجاري، 10 حالة حرجة، 538,667 حالة مستبعدة بعد تأكيد التحاليل المخبرية خلوها من الفيروس. المؤشرات التي يمكن أن نستخلصها انطلاقا من المعطيات من هذه المعطيات، نسبة الإصابة تبلغ 0.03%، 90% من الإصابات الجديدة سجلت في صفوف المخالطين، وقد تجاوزت بلادنا عتبة 20,000 تحليلة يوميا باستهدافها لفئة مهنية، مما جعل المعدلات ترتفع من أسبوع لآخر. استمرار انتشار الوباء بالجهات الكبرى، 88.85% من عدد الإصابات، 61.9% من الحالات النشيطة رهن العلاج هي لمصابين من جهتي الرباط سلة القنيطرة والدار البيضاء ستات. تحتفظ أربع جهات بأقل من 1% من أعداد الإصابات بالفيروس، سوس مسا، قلميم ودنون، العيون السقية الحمراء والدخلة والدهن، وتسجيل المزيد من الأقاليم بعدد من الجهات مدنا خالية من الفيروس. معدلات التعافي سجلت قفزة مهمة في الأسابيع الأخيرة، وبعد أن كانت قد وصلت نسبة 90% في بداية شهر يونيو الجاري، عادت لتتراجع بسبب بعض البؤر المكتشفة إلى نسبة 83.85%. وبالموازاة
تراجع عدد الوفيات على مدى عدة أسابيع، حيث استقر بين 0 و 2 حالات يوميا، فالمملكة بذلك تتوفر على أحد أدنى معدلات الوفيات على الصعيد العالمي بنسبة 2.17% بعد أن كان قد بلغ 4.2% في 24 أبريل الماضي، في حين يتجاوز معدل شفاء 80%، وهو ما يعزى إلى حقن المرضى بمجرد وصولهم إلى المستشفيات بمادة إنوكسبارين التي تقوم بتمييع الدم ولا تسمح بتخثره في الشرايين، وكذا إلى التكفل بحالة كوفيد-19 ابتداء من 23 مارس 2020 باستعمال دواء الكلوروكين بعد المصادقة على القرار من طرف اللجنة العلمية والتقنية الوطنية، ثم التنصيص لاحقاً بعد تعميم الاستعمال الاستباقي لهذا الدواء بالنسبة للحالات المشتبهة حتى قبل ظهور نتائج التحاليل المخبرية، وذلك تحت المراقبة الطبية الصارمة. وعلى سبيل المقارنة يكفي أن نشير إلى أن عدد الوفيات الذي لا يتجاوز 240 حالة في بلادنا يتجاوز هذا العدد 4 مرات في بعض البلدان التي سجلت أرقاما تقارب الأرقام المسجلة في بلادنا من حيث عدد الإصابات. ثم مؤشر انتشار المرض سجل انخفاضا وبلغ على الصعيد الوطني 0.76 مع اختلاف هذا المؤشر على مستوى كل جهة على حدة. من خلال هذه المؤشرات نؤكد على أن الوضع لا زال تحت السيطرة بشكل عام، مع ضرورة الإبقاء على الحيطة والحذر لكون الفيروس لا زال موجودا بيننا، حيث مكنت إجراءات الحجر الصحي خاصة والقرارات المرتبطة بتمديده من تسطيح المنحنى الوبائي أحيانا كثيرة، رغم الارتباك الذي خلفه اكتشاف مجموعة كبيرة من البؤر بعدد من الجهات ما يزيد على 470 بؤرة. ثانيا، تقييم الحالة الوبائية في ظل التخفيف التدريجي لتدابير الحجر الصحي واستئناف الأنشطة الصحية، ضرورة الحذر من خطر حدوث انتكاسة، ضرورة الحذر من خطر حدوث انتكاسة في مواجهة من خلال موجة ثانية من انتشار عدوى الفيروس. وزارة الصحة على هذا المستوى تشتغل في ظل ظروف هذه الأزمة الاستثنائية، وقد حافظت على تقديم خدماتها الموجهة للمواطنين باستثناء طبعا العمليات الجراحية والاستشفاء غير المستعجلين. وفي هذا الإطار عملت على خلق مسار جديد داخل 72 مؤسسة استشفائية للتكفل بحالة الإصابة بالفيروس، ضمنها 11 مخصصة بالكامل لمرض كوفيد-19. مصالح المستعجلات خلال شهر أبريل الماضي مثلا قدمت ما مجموعه 189607 استشارة و 12162 استشفاء و 3020 عملية جراحية انطلاقا من مصالح المستعجلات. وفي أفق رفع حالة الطوارئ والحجر الصحي، بلورت وزارة الصحة برنامجا متكاملا يهدف إلى إعادة إطلاق الأنشطة الصحية بعد احتواء جائحة كوفيد-19 بطريقة آمنة لتلبية كل احتياجات الساكنة الصحية، وقد اعتمدت هذه الاستراتيجية على المبادئ التالية: سلامة المهنيين الصحيين وسلامة الإجراءات الوقائية والاستشفائية والتقدم التدريجي لاستئناف الأنشطة، القدرة على التكيف مع خطط رفع الحجر الصحي، إمكانية العودة إلى الحجر الصحي حسب تطور الوضع الوبائي، ثم المساواة والتناسق في استئناف الأنشطة، ثم استمرارية تقديم خدمات الرعاية الصحية. وفي إطار تنبؤاتها اعتمادا على تطور المنحنى الوبائي خلال الأسابيع القادمة، اشتغلت وزارة الصحة على مخطط استراتيجي لمواكبة رفع الحجر الصحي بشكل تدريجي والإنهاء المرتقب لحالة الطوارئ، ولكن أيضا للتخفيف من تأثير انتشار الفيروس على المدى القصير بالاستناد إلى 5 ركائز أساسية. أولا، توسيع التحاليل المخبرية إلى أقصى درجة ممكنة داخل القطاعات الإنتاجية التي لها ارتباط مباشر بالمواطن، في أفق بلوغ 1,915,000 اختبار كورونا حتى نهاية شهر يوليوز القادم. وقد شرع فعلا في تطبيق هذه العملية منذ الأسابيع الماضية، وهمت سائقي التاكسيات والبحارة والعمال المشتغلين في إطار اقتصاد غير مهيكل وسكان بعض الأحياء الهامشية وغيرهم. ثانيا، مواكبة عدد من المهنيين والوحدات الإنتاجية
والمقاولات للنهوض بإجراءات الصحة والسلامة والوقاية المصاحبة لأنشطتها الاقتصادية وفقاً لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية. ثالثاً، تتبع وإعادة ضبط مخزون الأدوية والمواد الصيدلية واللوازم الطبية للحفاظ على المخزون الاحتياطي من هذه المواد الحيوية بالمستشفيات العمومية استعداداً للرفع التام للحجر وإعداد الجاهزية للتدفق الكبير للمواطنين طلباً للعلاج والاستشفاء. رابعاً، وضع مخطط لإعادة انتشار المهنيين الذين تم تجنيدهم في إطار فرق التدخل في الأنشطة الصحية الخاصة بكوفيد-19 بتوازن مع التتبع الدقيق والصارم للحالة الوبائية تجنباً لأي موجة انتشار جديدة للوباء والحفاظ على مسار كوفيد-19 داخل المستشفيات المعنية. خامساً، الاستعداد لتكثيف عمليات التوعية والتحسيس بأهمية الحفاظ على تدابير الصحة والسلامة والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات لفترة أخرى حتى رفع الحجر الصحي. استراتيجية استئناف الأنشطة الصحية لمرحلة رفع الحجر الصحي تنبني على مبادئ توجيهية واضحة وهي كالتالي: أولاً، المؤشرات انخفاض مؤشر انتقال العدوى R0 إلى ما دون 1% بين قوسين الحالة المثالية التي سجلوا فيها هبوطاً عن 0.7%. عدد الإصابات الجديدة بين قوسين حالة النشيطة أقل من 3 لكل 100,000 نسمة. معدل استعمال الطاقة السريرية المخصصة بمصالح الإنعاش لمرضى كوفيد-19 يجب ألا تقل عن 65%، حيث أن 2% من الحالات تحتاج للإنعاش. معدل استعمال الطاقة السريرية الخاصة بكوفيد-19 يجب ألا تقل عن 65%. نسبة تتبع المخالطين بموازاة الحالات المعروفة يجب ألا تقل عن 90%. ثانياً، الحفاظ على مستوى اليقظة بكل الهياكل المكلفة بالرصد والاستجابة. ثالثاً، الحفاظ على قدرة الاستجابة فيما يخص مصالح الإنعاش والعناية المركزة المرصودة لكوفيد-19 ما بين 10-20% من إجمالي السعة السريرية على المستوى الجهوي بما فيها المراكز الشفائية الجامعية. رابعاً، الحفاظ على سعة سريرية داخل وحدات العزل تتراوح ما بين 20-40% بالمستشفيات المخصصة بالكامل لكوفيد-19. ونشير في هذا الصدد إلى أن الطاقة الاستيعابية الإجمالية المخصصة لحالات الرعاية أو العلاج عن طريق العزل بلغت 13,456 سرير. أما فيما يخص العلاج في وحدات العناية المركزة فقد تم تخصيص 642 سريراً للتكفل بالحالات الحرجة على مستوى المستشفيات الإقليمية الجهوية والجامعية. خامساً، الحفاظ على المسارات المحددة والمعروفة لحالات كوفيد-19 ولباقي الحالات المرضية العادية من غير كوفيد-19. سادساً، الحفاظ على أنشطة الاستقبال بالمستعجلات مع تعزيز استعادة الموارد البشرية التي سبق استنفارها للعمل في نطاق كوفيد-19. سابعاً، الحفاظ على تعبئة المصالح المتنقلة للمستعجلات والإنعاش صامي 141 في التوجيه والتكفل بالحالات ما قبل الاستشفاء لكوفيد-19 إضافة إلى نشاطها التنظيمي ما قبل الاستشفاء المعتاد. ثامناً، تعميم برنامج تواصلي موجه للمهنيين ولعامة المواطنين. تاسعاً، تعبئة المساعدين الاجتماعيين بالمراكز الشفائية للمملكة وأطباء الشغل والأخصائيين والأطباء النفسيين لدعم استئناف الأنشطة الصحية. عاشراً، تشجيع نهج مقاربة الطب عن بعد. 11، اعتماد تنظيم محكم للموارد البشرية يتم إعداده على المستوى المركزي لمواجهة أي استنزاف محتمل للموظفين. 12، إعادة إطلاق برامج الوقاية والحماية الصحية ضد الأخطار الصحية الأخرى المهددة كأمراض المناطق المدارية، الأمراض المتنقلة عبر الماء، داء الليشمانيا، التسمم العقربي وغيره. 13، مساهمة الشركاء في أنشطة محددة مثل التنسيق وتنظيم التدفق المرتقب للمرضى نحو المرافق الصحية. 14، الحرص على الالتزام باحترام تدابير التباعد الجسدي ومكافحة انتشار العدوى في أماكن الرعاية الصحية من خلال ضمان توافد
معدات الحماية الشخصية للمهنيين الصحيين تبعا لدرجة التعرض المحتمل للخطر، 15 توافد ما يكفي من الأدوية والمستلزمات الطبية. محور الثالث، محاور استراتيجية وزارة الصحة لما بعد كورونا. إن المنظومة الصحية للمغرب مؤكد أنها لن تكون بعد كورونا كما كانت قبل كورونا، وأن وزارة الصحة وهي تتابع الاستنفار الكبير الذي طبع المرحلة الحالية من تفشي الجائحة بكل وطنية ومسؤولية، وتستحضر رصيدا هاما من الأفكار الجيدة، منها التوجيهات الملكية السامية وأهداف الألفية المدرجة في المخطط التنمية المستدامة للعام 2030، والتوصيات المنبثقة عن الهيئات الدستورية الوطنية في إطار مهامها الاستشارية أو الرقابية، وضعت نصب عينيها تصورا استراتيجيا لتحسين جودة الرعاية الصحية العمومية ببلادنا بالاشتغال مستقبلا على أولويات محددة منها. العمل على إرجاع الثقة للمواطنين في المنظومة الصحية من خلال تحسين جودة الرعاية الصحية والرفع من جاذبية القطاع. ثانيا، بلورت قانون وطني للصحة العامة. ثالثاً، إعداد وتنفيذ البرنامج الطبي الجهوي بهدف تفادي النقائص المرصودة فيما يخص تنظيم عرض العلاجات والخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات. الاستثمار في الطرق البحثية لتحويل الأفكار إلى خطط واستراتيجيات، ثم تعزيز المكتسبات المحققة المتعلقة به. الرفع من التغطية الصحية الشاملة عبر دعم مجهودات الدولة في هذا الشأن، قصد تغطية أكثر من 90% من الساكنة في أفق 2021. تعزيز الولوج إلى الخدمات الصحية بشكل متكافي ومتوازن لجميع المواطنين، وتمتين برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في المناطق القروية. تكريس صحة الأم والطفل كأولوية وطنية استراتيجية بتعزيز عمل البرنامج الوطني للنهوض بصحة الأم والوليد. تعزيز الموارد البشرية الصحية عبر إيجاد حلول مبتكرة من أجل محاربة الفوارق وسد النقص الكبير على هذا المستوى، وذلك عبر تشجيع شراكة مع الجماعات الترابية والتعاقد مع أطباء القطاع الخاص من أجل سد الخصاص في بعض التخصصات الطبية، ومواكبة تدبير الموارد البشرية بإجراءات هامة كمصنف الكفاءات والمهن التوقع للكفاءات والمهن. اعتماد مقاربة اجتماعية واقتصادية مندمجة وشاملة في القطاع، وابتكار آليات جديدة لضمان تمويل المنظومة الصحية من خلال البحث عن إمكانية جعل الشراكة بين القطاع العام والخاص رافعة من روافع تمويل القطاع الصحي. تسريع الإصلاح الميزانيات من خلال تحسين استدامة المالية العمومية ومراقبة مواصلة الرفع من نسبة الاعتمادات المفوضة للمصالح اللامماركزة، وتحسين التدبير المالي للمستشفيات، تحسين تدبير الأدوية وضمان التزويد بنظام صفقات الإطار، وفي مرحلة ثانية عن طريق الاتفاقيات، تبني المقاربة التعاقدية بين الإدارة المركزية والمديريات الجهوية على أساس مخططات جهوية لتنمية الصحة، تشجيع الشراكة والتشاور وبالمبادرات اللازمة لتحسين الصحة المجتمعية وتعزيز خدمات التطبيب عن بعد وطب الأسرة، وأخيرا تنظيم العمل الصحي وتطويره بجميع قطاعاته عام وخاص وصيدلي، بما يحقق توسيع الخدمات الصحية لجميع المواطنين وفقا لأحداث الوسائل والأساليب والتقنيات العلمية المتطورة، ومراجعة السياسات الصحية الوقائية في المغرب من خلال العمل على رقمنة الولوج إلى الخدمات وتطوير نظام معلوماتي مندمج يرتكز على الملف الطبي بهدف ضمان تدبير أحسن للخدمات الصحية وتحسين اتخاذ القرارات التي تستهدف المواطن وتعزيز خدمات التطبيب عن بعد. شكرا سيد رئيس، شكرا سيدة السادة النواب المحترمين. شكرا سيد الوزير. نمر للمناقشة، وأعطي الكلمة لفريق العدالة والتنمية. 6 دقائق مقسمة على نائبين محترمين، تفضلوا النائب المحترم عن فريق العدالة والتنمية. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، في البداية ونتمن ما جاء في جوابكم ونتمن كذلك مجهوداتكم وأعمالكم أثناء هذه الجائحة، ومن خلالكم نتوجه بجزيل الشكر والتقدير لمهني قطاع الصحة بربته الذين أبانوا عن روح وطنية عالية. سيد الوزير، نريد أن يخرج قطاع الصحة ببلادنا ناجحا، وأن يستفيد من دروس هذه الجائحة، والرهان كبير على وزارتكم.
في البداية لابد أن أشير لنقطة مهمة كان فيها نوع من التقصير، وهي المواكبة النفسية للمواطنين، ذلك أن الحجر الصحي والعامل الاجتماعي تسبب في عدد من الأزمات النفسية لبعض المواطنين وكذلك لبعض الأطر الطبية. التواصل الذي قامت به وزارتكم عبر القنوات المرئية والمسموعة كان ذو طابع تحسيسي وليس لحماية الصحة النفسية. السيد الوزير، عدد الإصابات التي سجلت هذه الأيام الأخيرة هي جد مقلقة، بعثرت كل الحسابات، وهنا أتكلم عن البؤر الإنتاجية، وهذا الأمر سبق أن تم تنبيه الحكومة إليه. رفع الحجر الصحي لابد أن يكون بنوع من الحيطة والحذر. لحد الآن لا يوجد لقاح أو دواء لفيروس كوفيد 19، والأمر قد يمتد لعام أو أكثر، وعدة دراسات بيّنت إمكانية حدوث موجة ثانية من هذا الوباء، وهذا وارد في علم الأوبئة خصوصا بالنسبة للفيروسات التي تضرب الجهاز التنفسي. لهذا لا يجب أن نتساهل ويتبدد هذا المكسب. السيد الوزير، وجد المغاربة أنفسهم جراء تفشي فيروس كورونا أمام قطاع صحي يعاني من عدة مشاكل. لولا الإجراءات الاستباقية كغلق الحدود وفرض الحجر الصحي لكانت البلاد أمام كارثة حقيقية. لذا يجب تعديل مواقع الخلل التي تعرفها المنظومة الصحية. السيد الوزير، لا نجاح لمنظومة صحية بدون بنية تحتية. تعرف بلادنا نقص كبير في عدد المستشفيات الجامعية والإقليمية مقارنة مع دول الجوار. السيد الوزير، تونس 12 مستشفى جامعي، الجزائر أكثر من 17 مستشفى جامعي. وهنا أفتح قوس لإثارة نقطة مهمة أثرها الرأي العام الوطني والتي كانت موضوع عدة أسئلة كتابية، ألا وهي بناية مستشفى بنصميم بإقليم فران، مستشفى من أكبر المستشفيات بالقارة الإفريقية والذي كان يمكن أن يكون حلاً من الحلول لهذه الأزمة. وهنا لابد من إثارة الموضوع مجدداً بالطلب منكم بتأهيل هذه المعلمة الصحية وفتحها في وجه مرضى جهة فاس مكناس. أغلق القوس. إن هذه الجائحة أبانت عن ضعف مهول في عدد الموارد البشرية من أطباء وممرضين وإداريين، ولهذا مطلوب منكم استدراك هذا النقص والدفاع عن الرفع من عدد الأطر الطبية أثناء تقديم القانون التعديلي للميزانية. قمتم مؤخرا بتجميع مرضى كوفيد 19 بكل من مدينة بن سليمان ومدينة بن قرير. شكرا سيدنا المحترم. تفضلوا سيدنا المحترم عن فريق العدالة في الجزء الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، حديث اليوم هو حديث كل المغاربة بل حديث العالم عن بؤرة لالة ميمونة، وأنا ابن هذه المنطقة ورئيس جماعة لالة ميمونة، وحدثكم عنها في أربع نقاط. أولا، في إطار معالجة البؤرة وتطبيق الأزمة، ننوه بقرار إحداث مستشفى ميداني بمدينة سيدي حيا، كما ندعو إلى تعميم الاختبارات على باقي العاملات، مازال بزاف د العاملات في هاد الوحدات ما دارلهم في التحاليل السيد الوزير، كما ندعو إلى تحسين ظروف الإقامة والإطعام ديال هاد المصابين والمخالطين اللي نجات بمجموعة الفيديوهات الأمس لا تبشر بالخير، كما ندعو إلى إرسال وحدات متنقلة بكثرة للجماعات المنكوبة من أجل إجراء التحاليل المخالطين. ميمكنش نفرضوا 14 يوم ديال الحجر الصحي على مجموعة من الجماعات، هذا يشكل ضغط نفسي رهيب للناس، وهاد الناس منين غاديين يجيبوا المدخول ديالهم، منين غيعيشوا لبقينا حابسينهم 14 يوم. النقطة الثانية، في إطار ترتيب المسؤولية السيد الوزير، معدل الإصابة الوطني 2%، معدل الإصابة ديال هذه البؤرة كيوصل ل 15%، إذا هناك خلل وتقصير. حنا ما كننكروش المجهودات اللي دات منذ بداية الجائحة، لكن في هذا الأمر هناك مجموعة من الأسئلة تحقيق لي بشرة وزارة الداخلية بمعية الوزارات المعنية خصو يجاوب عليها. اولا، الدور ديال لجان اليقظة الصحية وخاصة المتابعات ديال الملاحظات ديالها بخصوص هذه الوحدات الصناعية، الدور ديال أرباب المصانع والتجاوب مع هذه الملاحظات، ظروف نقل العاملات، والكل كان شاهد على ان هاد العاملات كيجيو في 207 في بيكو في تريبورتور في ظروف لا تمس للكرامة الإنسانية بصلة وبدون تباعد. كذلك القرار ديال استمرار جلب عاملات من مناطق موبوءة كان إمكانه يوفر علينا كاع هادشي كامل وما يدخلش الوباء لو أوقفنا التوافد ديالهم.
كما نشير كذلك الى التاخر الكبير في اجراء التحاليل السباقيه. اول جوج حالات بدات في الوحده الصناعيه بجامعه مولاي بوسلام بتاريخ 6 ماي، الوغ كل السلطات المعنيه ما بدات في التعميم ديال التحاليل على هذه الوحدات حتى 16 يونيو، شهر وزياده. لماذا هذا التاخر؟ كذلك السؤال الذي يجب ان نجيب عليه، من اعطى التعليمات للطبيبه لعدم قيام التحاليل للعاملات خارج اقليم القنيطره؟ وهذا يمكن ان يشكل خطر على باقي الاقاليم. كذلك لماذا لم يتم عزل الخاضعين للاختبارات الى حين ظهور النتائج؟ نقطة ثالثة السيد الوزير، هذا التحقيق لن يكون ذو جدوى إلى ما عطيناش التفاتة حقيقية اليوم. الأوان باش وزارة الفلاحة بالتنسيق مع وزارة التشغيل ووزارة الداخلية تشوف الوضعية الاجتماعية ديال هاد العاملات اللي كيفيقوا من الصباح في واحد الظروف ماشي هي هذيك بواحد الثمن زايد باش يخدموا على وليداتهم. الأوان باش نفرضوا على هاد المستثمرين والفلاحين الكبار أنهم يوفروا نقل في المستوى كيحفظ الكرامة ديال هاد العاملات. والأوان باش ننظروا في المطلب الشعبي ديال الساكنة هاد المنطقة ديال إحداث عملة إقليم الغرب وبالتالي إحداث مستشفى إقليمي مستشفى محلي بلا ميمونة. أخيرا نداء للتضامن، جميع الناس اللي كيسبوا الساكنة المنطقة ديال ميمونة كنقول لهم منطقة ديال ميمونة هي منطقة الخيرات ومنطقة المواطنين البسطاء، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. شكرا سيد النائب المحترم، انتهى الوقت. أعطي وأعطي الكلمة لفريق الأصالة والمعاصرة في 5 دقائق. تفضلوا أحد النواب عن فريق الأصالة والمعاصرة. سيدة النائبة المحترمة. السيد الرئيس، السادة النواب المحترمين، السيد الوزير، صراحة ما جيناش اليوم باش نسمعوا كرونولوجيا ديال عرض نقط فضفاضة طالما تكررت على لسان السيد رئيس الحكومة وبعده السيد وزير الصحة، واليوم تتكرر على لسانكم السيد وزير التشغيل والإدماج المهني. كان من المفروض يكون حاضر معنا السيد وزير الصحة بحكم أنه وزير القطاع المعني. فريق الأصالة والمعاصرة عنده مداخلة في الموضوع، صراحة ما تطرقتوش لها في العرض ديالكم السيد الوزير، واللي كتقسم لثلاثة المشاكل الكبرى اللي ممكن أننا نبدأوها بأنه كانت فهموا الصعوبة الظرفية التي نجتازها والإكراهات التي وضعتنا فيها تداعيات هذه الجائحة، وكان قدروا الثمن الجهد والوقت المبذولين من أجل تقليل من الآثار السلبية على صحة المواطن وعافية الاقتصاد الوطني. لكن وفي إطار الوضوح التام لابد من الوقوف على الأوجه الكبرى لسوء التدبير الذي عرفته سياسة الحكومة الصحية في هذه المرحلة، والتي يمكن بخصوصها إثارة 4 مشاكل كبرى تابعها الرأي العام باهتمام كبير. المشكل الأول، اختلالات تدبير القطاع أثناء فترة الحجر الصحي، حيث توقفت الخدمات الصحية وتقلص عرض العلاجات إلى حده الأدنى، وتم الاقتصار في حدود ضيقة على التدخلات الخطيرة والمستعجلة إلى درجة أن الإهمال طال أصحاب الأمراض المزمنة ومرضى القصور الكلوي والسرطان، بالإضافة إلى الأطفال. كما نسجل غياب تنسيق قطاع الصحة مع باقي القطاعات الحكومية الأخرى والمؤسسات العمومية في مجال الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية الصحية بالشكل الذي فضح العديد من الأقسام والمؤسسات بمجرد أن ظهرت بؤر وبائية داخل قطاعات إنتاجية وخدماتية عدة، آخرها بؤرة لالا ميمونة التي تسائلكم سيد رئيس سيد الوزير وعبركم الحكومة بكاملها. وهنا كنفتح واحد القوس سيد الوزير، هو أن طالما الحكومة شنفت مسامعنا بأنها صنعت ملحمة، الملحمة لا تصنعها الحكومة، الملحمة صنعها المواطن البسيط بانضباطه بكل ما تحمله كلمة انضباط من مسؤولية وراء الخطاب الملكي وراء التوجيهات الملكية اللي كانت فيها نظرة استباقية حكيمة لتدبير الجائحة. لكن هنا الغموض لفة مجموعة ديال المعطيات
وعن تطور الحالة الوبائية بالمغرب، الحكومة هنا لم تفصح عنها ولم توضح كل الأمور الملتبسة لدى الرأي العام والتي تربك الرؤية بخصوص رفع حالة الطوارئ ببلادنا. المشكل الثاني والمهم سيد الوزير، عدم الالتزام بقيم النزاهة والشفافية فيما يخص صفقات مصالح الوزارة المركزية ذات الصلة بمواد التنظيف والتطهير والتعقيم والأجهزة والمعدات الطبية وما أثرته من ضجة لدى الرأي العام الوطني، ناهيك عن استحواذ شركات محظوظة على كل الصفقات والتستر على عدم فعالية بعض التحاليل المخبرية التي صرفت عليها أموال طائلة بدون فائدة، بل أثرت على التحكم في مسار معالجة الوباء. ومن الفضائح التي طالت هذا القطاع هي أن الوزارة ألغت صفقات تعود إلى 2019 من صفقة متعلقة بتجهيز المستشفيات الجامعية أكادير وطنجة بهدف تمرير هذه الصفقات إلى شركات بعينها تحت غطاء المرسوم الاستثنائي، وهذا يدعو إلى التحذير من التمادي في التدبير السيء للقطاع. المشكل الثالث الإهمال الذي طال المواطنين المغاربة بالخارج العالقين، الذي كان يقتضي فقط أن الوزارة تحمل مسؤوليتها في اتخاذ القرار ولم يكن يحتاج سوى إلى تعميم التحاليل المخبرية وإخضاع العالقين للفحوصات وفترة العجل الصحي. المشكل الرابع السيد الوزير، الإقالات والاستقالات داخل الوزارة في هذه الظرفية التي تقتضي إعلان حالة التأهب القصوى في صفوف الموارد البشرية وتحفيز الأطقم الطبية والتمريضية والإدارية للانخراط في المجهود الوطني، أهمها قرارات إعفاء عدد من الأطر الصحية والإدارية بالمصالح المركزية والخارجية وما صاحبها من تداول حول عدم إقدام الوزارة على توضيح الأسباب، كذلك استقالة بعض الأطر الصحية والإدارية وما وكب كذلك من دواعي أصحابها، خاصة ما يروج من استياء من تصرفات بعض المسؤولين المركزيين بالقطاع ومن غياب ظروف وشروط غير ملائمة للعمل ومن صعوبات في التعامل مع الإدارة المركزية ومن غياب مخاطب رسمي داخل الوزارة. نحن مع الصرامة، نحن مع الحزم، ولكن كذلك لا. انتهى الوقت سيدة النائبة المحترمة، شكرا. أعطي الكلمة لفريق تجمع الدستوري، تفضلوا سيدة النائب المحترم في دقيقتين. شكرا السيد الرئيس، السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب. أولا كنطلب الله يرفع علينا هذا البلاء وهذا الوباء، لأن هذا الوباء كما يعلم الجميع أنه كيشكل واحد تحدي كبير، تحدي علمي، تحدي للفكر العلمي العالمي، راه ماشي على المغرب، راه الناس الان ما لقاوش الدواء وما لقاوش اللقاح لهذا الوباء هذا. اذا والمغرب الحمد لله فضل يعني الخطه الاستباقيه ديال جلاله الملك انه قدر انه يكون من الدول الاوائل اللي عرفت كيفاش تتعامل مع هذا الوباء. اذا حنا كذلك شي لا لالا ميمونه، حنا غنجيو ليها، حنا غنجيو لالا ميمونه اللي اليوم شعرت الراي العام يعني الوطني. وهنا غادي نقول بأن لا داعي للقلق، وهذه مناسبة باش نشكروا جميع السلطات لا الإقليمية ولا المحلية الممثلة في الشيوخ والمقدمين والقياد والبشاوات والعمال والولاة كلهم من جندين، لأن طوقوا هذه البؤرة الآن راها مطوقة، وهذا دور استباقي، راه هاد اللجنة ديال اليقظة هي اللي مشات وهي اللي قلبت على هاد الناس، راه ماشي شي حد اخر اللي جا طاحوا على الناس القوم. وثم خصنا نعرفوا باللي هاد الناس اللي في المعامل راهم ما عندهمش اعراض نهائيا. اذا المعامل كلها في اطار لجنة اليقظة راها كانت دائما حارصة على الصحة وعلى السلامة ديال العاملين وديال التنقل ديالهم، شروط الصحة كانت دائما مطبقة من عند جميع أرباب المعامل. وخصنا نعرفوا باللي راه خمسة ديال الأقاليم اللي كيجيو منها العمال، إقليم القنيطرة، سيدي سليمان، سيدي قاسم، الشاون، العرائش. شكرا،
شكرا سيد الرئيس. أعطي الكلمة للفريق الاستقلالي الوحدة والتعادلية. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيد الرئيس، السيدان الوزيران، السيدات والسادة النواب، أنا صراحة حضور السيد وزير الصحة هو إيجابي، ولكن كذلك حضور السيد وزير التشغيل والسيد وزير الصناعة والسيد وزير الداخلية كلهم مسؤولين فيما وقع بالبؤرة ديال الميمونة، وبالتالي كان حضورهم إيجابي كذلك. في البداية السيد الوزير لابد ما نتقدم بجزيل التشكرات للطواقم الطبية على المجهودات اللي بذلتها طيلة هذه الفترة ديال كورونا، واللي عبرت على واحد الروح وطنية عالية وعلى واحد تعبئة شاملة وعلى تضحيات جسيمة، هي وكذلك الطواقم ديال السلطات المدنية والعسكرية التي اشتغلت إلى جانب هذه الطواقم الصحية. والسيد الوزير، إذا كانت بلادنا قد نجحت في إنقاذ أرواح المواطنين في ظل إجراءات حالة الطوارئ الصحية بفضل القرارات الحكيمة لصاحب الجلالة نصره الله وإيده وشفاه عاجلا، فإن الحكومة كذلك مطالبة بمواجهة تحدي ضمان الأمن الصحي والمحافظة على سلامة المواطنين بعد التخفيف التدريجي للحجر الصحي، بما يقتضي ذلك من تدابير مواكبة لمواجهة جميع المخاطر المحتملة بعدما ظهرت بعض البؤر في أوساط الأسر وفي أوساط المنشآت الاقتصادية والفلاحية، والتي تدعو إلى القلق من حيث تنامي عدد المصابين بها كما حصل مع البؤرة الوبائية الفاجعة التي شملت مئات العاملات والعاملين بضيعات ومعامل لالا ميمونة بإقليم قنيطرة. هذه البؤرة التي تسائل القطاعات الحكومية المعنية بما فيها الفلاحة والصناعة والتشغيل والسلطات العمومية عن التهاون والاستهتار بسلامة وأرواح الشغيلة ومسؤولية. شكراً سيدنا المحترم، انتهى الوقت. أعطي الكلمة للفريق الحراكي في دقيقتين. سيدة النائبة المحترمة. شكرا السيد الرئيس، سيدان الوزيران، السيدات والسادة النواب. في البداية نشكركم سيد نوجه الشكر لكم على تفعيل تضامن الحكومي والنيابة عن السيد الوزير الصحة، كما نشكركم على المعلومات القيمة التي تقدمتم بها. قام المغرب بمجهودات جد جبارة سواء السلطات العمومية أو المواطنين من أجل التحكم في الوباء، ونجح إلى حد كبير في ذلك، إلى أن تفاجأ الجميع في هذه الأيام الأخيرة ببؤر في الغرب وخصوصا لالا ميمونة، والتي وضعت الذعر لدى الناس الذين يعملون في الضيعات ولدى كل المواطنين، لأننا كنا حتى قادنا وقربنا نخرجوا من هذا الحجر الصحي ومن حالة الطوارئ، فرجعنا للوراء تنوجدوا 700 حالة في 3 أيام، وبالتالي كان واحد صدمة للجميع. ربما تنهون على رأسنا نقول أنه بؤرة من البؤار، ولكن رجوع إلى الوراء، أمرنا ما سجلنا هذا العدد
هنا تنتمنوا انشاء المستشفى الميداني لانه غادي يقدر يحكم، ولكن هذا المستشفى الميداني راه فيه خصو امكانيات ماديه وخصو امكانيات بشريه، وبالتالي ربما غادي يزيد يكثر من المصارف ديال الدوله من هذه الناحيه في الوقت اللي كان ذاك المصارف ربما. اذا هنا تنطلبوا بتحديد المسؤوليات بترتيب الجزاءات وكفى من استهتار المسؤولين اللي تيبغيو بعض المرات غير الارباح في غياب واحد التدقيق في المفتشين الشغل. 400 مفتش الشغل بالنسبة للمغرب كلهم غير كافي، وبالتالي ربما خاص الموارد البشرية تجيد، لأنه ربما المراقبة هي الحل الوحيد باش هاد العمال اللي الهشاشة عندهم والفقر يتم استغلالهم بشكل بشع. شكرا سيدة النائبة المحترمة، أعطي كلمة للفريق الاشتراكي. تفضلوا سيدة النائبة في دقيقتين. سيد الوزير، سيد الرئيس، سيد الوزير، اولا انا كنضم صوتي لصوت البرلمانيين اللي سبقوني في اعتبار ان هذا القطاع الصحه هو قطاع حيوي مصيري. يعني كورونا وضعتنا امام المحك، وضعتنا امام تحديات، وهذه التحديات كتقتضي منا اننا فعلا ندير واحد النقله نوعيه جريئه باعتبار ان الصحه هي في قلب المعركه. كنا نود ان يحضر السيد الوزير لأننا نعتبر أنه هو المسؤول، رغم ذلك الجدال الذي خلق داخل وشوش على الرأي العام داخل وزارة الصحة، هو المسؤول على مستوى التدبير وعلى مستوى المساءلة. وفي هذا الإطار كنقولوا أن هذه المسؤولية تقتضي واجب علينا نحن أن نعتز بأطورنا وأطبائنا وممرضينا وتقنيينا وجميع العاملين والمستخدمين، ولكن هذا الاعتزاز عنده مقابل. خصنا نحفزوا هاد الناس، خصنا نشعرهم أنهم محوريين وأساسيين في النهوض بالصحة وفي الارتقاء بالصحة. واجب على السيد الوزير أن يلتفت إلى هؤلاء. واجب كذلك أن نعتبر على أن هذه التدابير التي استعرضتها هي مجرد تدابير، هي لا تدخل في إطار استراتيجية متكاملة تحدد لنا المدى القريب والمدى المتوسط والمدى البعيد، لأن المغاربة باغين يثقوا في المرفق الصحي، باغين يثقوا في قدرة هذه المستشفيات وفي تجهيزاتها، باغين يثقوا في الصفقات المبرمة، باغين يقولوا لنا شنو هو التصور على السلم الدوائي، أشنو واش لدينا مخزون دوائي، واش هناك تنوير للرأي العام حول هذه الصفقات، واش هاد الأطر بعدها والموارد بدأت تحس بنوع من الإحباط ومن اليأس، خاص تحفيز ديالها وخاص توظف هذا القطاع، لأن أي نموذج تنموي أي تصور اجتماعي استراتيجي خصو يوضع في قلبه ضمانات وشروط. أولا التمويل، ثانيا الارتقاء بالموارد البشرية وتوفير كافة اللوازم والظروف ديالها لكي تشتغل، وبالتالي نذكباب على تجهيز المستشفيات وإعادة الاعتبار لها. بنسينا معلمة في, 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 في الرباط، احنا ولاد الرباط كنعرفوها والمغاربه كلهم تيعرفوا مستشفى بن سينا السويسي، خص يتعاد ليه الاعتبار. وبركه ما يقولوا لنا الشركه عام خاص، الدوله الراعيه يجب ان تكون في قلب الاجتماعي. كورونا نبهتنا، كورونا فرصه لكي نعيد الاعتبار للقطاعات الاجتماعيه، الصحه والتعليم وليس غير ذلك. اذا هذا مطلب مجتمعي يجب ان يحظى بالاولويه. شكرا السيده النائبه المحترمه. أعطي الكلمة للمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية. تفضلوا السيد النائب المحترم. مشكورين بطبيعة الحال. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، أنا بدورك ذلك حديثي اليوم سيكون حديث المغاربة عامة. البؤر الوبائية المقلقة اللي ظهرت في وحدة إنتاجية بمنطقة لالا ميمونة للأسف تأكد ما سبق أن نبه له حزب تقدم والاشتراكية. سببها هو الاستهتار بمستلزمات الطوارئ الصحية من طرف بعض المشغلين وغياب المراقبة. يتعين بعد إجراء تحقيقات لازمة مساءلة كل طرف ثبت في حقه تقصير في حق هاد الناس بالقيام بالواجب ديالو والمراقبة. في الوقت كذلك لليوم الحكومة والدولة كتعمل واحد مجهود كبير في تعميم التغطية الصحية، كانت سألوا مدى صحة استفادة هؤلاء العمال من حقوق ديالهم الاجتماعية. وكذلك بالمناسبة نسجل بكل أسف ما يروج حول عدم تصريح بعض أعضاء الحكومة للمستخدمين ديالهم، وكان حاريا أن تفتح الحكومة تحقيق وتنوير الرأي العام، وإلا كان هذا الشيء صحيح فهي فضيحة كبرى.
فكيف للحكومة أن تطالب الشركات بالتصريح بالمستخدمين وبعض أعضائها لا يلتزمون بالقانون؟ ونحن في هذه الجائحة كذلك يتعين علينا استخلاص الدروس من أجل المستقبل. اليوم كاين إجماع على ضرورة الاهتمام بهذا قطاع الصحة عبر اتخاذ إجراءات وتدابير لتحفيز مهني الصحة وتحسين ظروف المهنيين والاستمرار في تقديم الخدمة بغض النظر على مرض ديال كورونا الأمراض أخرى. مثلا في إقليم بولمان 3 الأطباء ديال التوليد دفعوا شواهد طبية. اليوم إقليم بولمان ما فيهش أطباء ديال التوليد النساء، كيضطروا يمشيوا الآلاف ديال المئات الكيلومترات باش يمكن تولد في ظروف زيد جد مزرية اللي تقدر تؤدي للوفاة كما وقع في جامعة السكورة مؤخرا. ولهذا نقترح عليكم إحداث مكافآت مردودية لهاد العمال والمهنيين ومراجعة الزيادة في مبالغ شكرا سيد النائب المحترم. أعطي الكلمة للسيد الوزير للرد فيما تبقى من الوقت، قال لكم 3 دقائق و36 ثانية. يا هذيك سيدي خلينا نزيدو شوف زنيت انا بحروني تفضلوا. نعم شكرا سيد رئيس سيدات والسادة النواب. انا نبدا بالنقطه الاولى، الحكومه عمر ما صرحت انها دارت ملحمه. الحكومه تقول ان الملحمه صنعها المغاربه، صنعها جلالة الملك، صنعتها الحكومة، صنعتها مؤسسات البلاد، صنعها الشعب المغربي، صنعناها كاملين. ولا يمكن أن نأتي اليوم لنتحدث عن الجميع ونقول أن الحكومة لا علاقة لها بمسؤولها في المغرب، غير ممكن. وبالتالي يجب أن نخاطب الناس بمنطق يمكن إذا ما يكون ممكن يفهموه. أن نتحدث عن أننا شاركنا جميعا، هذا هو الواقع، ولكن أنا نتحدث عن إقصاء طرفين دول. أنا كنظن أن هذه الأشياء كتخلي المغاربة ما كيفهموش بزاف. بالنسبه للموضوع ديال لالا ميمونه، انا كنقول ان لالا ميمونه اولا الناس اللي تكتشفوا بتحليلات استباقيه، ما كايناش الاعراض في لالا ميمونه. واحد جوج، واحد العدد ديال الاشياء تم الحديث عنها هي اليوم موضوع لجنه التحقيق. هذا الشيء علاش دارت لجنه ديال التحقيق؟ لان ما دارت في واحد العدد ديال البلاد، دارت لجنه التحقيق وبالمناسبه هي في اجتماع منذ 10 صباحا ومازال مستمرين بعد ان اشتغلوا السبت والحد. إن شاء الله هذا الاجتماع غيوصل إلى خلاصات اللي غترتب عليها مسؤوليات أكيد. ولكن خصني نقول واحد المسألة، أن هذا الأمر بعد ظرف تخفيف من الحجر، لأن التجربة ديال الشعوب اللي سبقتنا كانت واضحة، بعد التخفيف من الإجراءات ديال الحجر وممكن الحجر وممكن رفع حالة الطوارئ، أكيد أن الحالات غترتفع، ولكن نحن في معادلة يجب أن نستجيب لها بالشكل المطلوب، وفي معادلة ديال إطلاق وإخراج المغاربة للاشتغال والعمل والحياة العمل والحياة ديالهم اليومية ما غتكونش بشكل طبيعي كما هذا، ولكن قريبة من هذا وبين التحمل والتحكم في الوضعية الوبائية. ونحن الحمد لله رغم الحالة ديال الميمونة ورغم الحالات التي يمكن أن تظهر في القارب، يمكن لأن هذا يمكن أن المتوقع هو هذا، الحمد لله إلى حدود لحظة متحكمون كما قلت في العرض الأول، متحكمون في الوضعية الوبائية بشكل تجعلنا إن شاء الله نتقدم بشكل إيجابي في الإجراءات ديال الرفع. والدليل على ذلك أنه كانت البؤرة ديال الميمونة، ورغم ذلك تم الاستمرار في الرفع التدريجي للإجراءات ديال الحجر الصحي، وهذا مؤشر إيجابي واضح، لأن الإجراءات في هذا الأمر هذا ما كتخرج إلا بناء على معطيات وأرقام علمية دقيقة. وبالتالي بالنسبة للموضوع ديال صفقات وزارة الصحة، أنا غنأكد أن جميع الصفقات اللي دارت في وزارة الصحة خلال هذه المرحلة كانت عندها طابع استعجالي وفقا للمرسوم. أنا ما كنظنش أن البرلمان، ما خصناش نبداو نقولوا بحال هذا الكلام، البرلمان عنده الآليات الكفيلة بالاشتغال بالمراقبة بالتتبع وغيرها لكي ينص عليها القانون الداخلي، ممكن دير لجان تقسيم الاستطلاع وغيرها، على كل حال بما يتيحه القانون نديروا الخدمة. لا أنا أظن أنه يجب أن لا نتحدث عن هذه الأشياء أكثر مما يجب أن نشتغل عليها وأن نقف عندها. شكرا لكم. شكرا سيد الوزير، وكنشكرك على المساهمة ديالكم في هذه الجلسة وعن التضامن الحكومي للإنابة عن السيد وزير الصحة. ننتقل إلى القطاع أو آخر قطاع مدرج في جدول أعمالنا، وهو قطاع الطاقة والمعادن والبيئة، بسؤالين في إطار وحدة الموضوع. السؤال الأول للأغلبية، فليتفضل أحد النواب. مشكور.
شكرا سيد الرئيس. كما تعلمون فقد خلفت جائحة كورونا تداعيات وإسقاطات اقتصادية واجتماعية على مجموعة من القطاعات الحيوية ببلدنا كما هو في سائر بلدان العالم، ولم يكن قطاع الطاقة والمعادن والبيئة في معزل عن هذه الإسقاطات والآثار. وفي هذا الصدد تم تسجيل انهيار أسعار المحروقات عالمياً ومشتقاتها. في المقابل وللأسف لم يلمس المستهلك المغربي ذلك في معيشه اليومي. النقطة الثانية وخلاف الأولى، هناك شكوى من ارتفاع فواتير الماء والكهرباء مع تسجيل بعض القطاعات في توزيع الماء ببعض مناطق المغرب نتيجة ظروف الجفاف. ثالثا، توقف أو شبه توقف ديال قطاع التعدين. وعليه السيد الوزير نسائلكم باسم الأغلبية عن الإجراءات المتخذة على هذه المستويات لتجاوز تداعيات جائحة كورونا، فما هي خطتكم لإعادة الحياة لقطاع التعدين؟ وكيف تتضمنون استفادة المستهلك المغربي من انخفاض أسعار المحروقات عالمياً؟ وكيف ستراجعون قيمة الفواتير ديال الماء والكهرباء بما ينصف المغاربة؟ وشكرا سيد الوزير. شكرا سيد نائب محترم، وأعطي الكلمة لأحد النواب عن فرق المعارضة. تفضلوا سيد نائب محترم. سيد الوزير المحترم، من تداعيات جائحة كورونا تضرر قطاعكم مخلفا عدة انعكاسات، فكيف تعاملت الوزارة مع أزمة كوفيد؟ وكيف تعاملت أيضا من خلال دورها في هذا القطاع؟ وما هي طبيعة الفرص المتاحة من جراء استفادة من ظروف جائحة كورونا وأثارها الاقتصادية على مجال المنافسة في هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي؟ كذلك كيف تفسرون سيد الوزير استمرار ارتفاع أسعار المحروقات بالنظر إلى تدني أسعارها ووضعيتها في السوق الدولية؟ وقيس على ذلك أيضا وضعية شركة الأسامير وتأمين الحاجيات الطاقية لبلادنا. كذلك ما هي طبيعة تدخلاتكم سيد الوزير في مواجهة الارتفاع الصارخ لفواتير الماء والكهرباء وغلائها على المواطنين في ظل الحجر الصحي؟ أعطينا المواطنين مساعدة مادية لدعمهم، وكذلك غلينا عليهم الفواتير، فالضرورة الآن تبين بأن كان هناك يعني غياب ديال الاستجابة لهذه المعاناة ديال المواطنين، وكذلك أن المواطن الآن حديث الساعة ديالهم هو هذا الواقع المزري ديال غلاء الفواتير الماء والكهرباء. شكرا لكم. شكرا سيدنا المحترم. تفضلوا السيد الوزير. مشكورين. سموح محيدة. تفضلوا. معذرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا السيدات والسادة النواب المحترمين أغلبية ومعارضة على طرح هذه الأسئلة وهذه الملفات حول قطاعات نعتبر أن قطاعات مهمة، كما الماء هو الحياة، الطاقة هي الطاقة هي المحرك، والبيئة العقل السليم في الجسم السليم بدأ يضاف اليوم في البيئة السليمة لا يمكن. ثم أيضا موضوع متعلق بثروات طبيعية مهمة في بلادنا تتعلق بالمعادن. أولا أعتقد أن هناك إجماع من الداخل والخارج أن بلادنا الحمد لله بقيادة جلالة الملك حفظه الله استطاعت أن تتعامل مع هذه الجائحة بذكاء جماعي، الحمد لله استطاع أن يجنبنا كوارث. هذا راه وباء، هذه راه جائحة، هذا مش مرض بسيط، وتقاس الأمور بحجم الخسائر مقارنة مع المعدل العالمي، في حين نحن بعيدون كل البعد عن المعدل العالمي، نحن تحت منه بزاف. ولذلك على الأقل يجب بغض النظر عن موقع كل طرف، بغض النظر واش في الأغلبية وفي معارضة وزير ولا مواطن عادي، أنه الحمد لله راه 34 مليون مغربي رسميا حسب الإحصائيات ديال هذه مدة الآن تعتقد أكثر من 34 مليون مغربي، ولكن لقرنها مع بضعة آلاف، وكما قال السيد رئيس الحكومة تجنبنا مئات الآلاف ديال الإصابات وآلاف ديال الموتى بهذا العمل الجماعي بقيادة جلالة الملك، بهذه اليقظة الجماعية، بهذه التعبئة الجماعية. وهذا هو العنوان الأول لهذه التجربة الناجحة وقصة نجاح. طبعا مرة كتوقع استثناءات، طبيعي الاستثناء، وأنتم يعني أهل العلم وأهل التجربة، الاستثناء يؤكد القاعدة، هذا الاستثناء دائما يؤكد القاعدة، استثناء يؤكد القاعدة، تقع استثناءات، لابد أن تكون هناك أخطاء، أن يكون هناك نقص، ودور البرلمان طبعا
أن ينبه للنقص وللأخطاء، ولكن الحمد لله كل مرة كندركوه هناك هذا العمل الجماعي. العنوان الثاني لهذه الجائحة هو الاجتماعي، العنوان الثالث هو الاقتصادي تتبعه، والعنوان الثالث الحمد لله أن المغاربة لم يعانوا من ما يتعلق بالسوق، أنه لخذنا ثلاثة ديال القضايا الكبرى في تزويد السوق وتأمين تزويد السوق، كنلقاو المواد الطبية والصحية نجحنا فيها الحمد لله بإبداع مغربي، بتعاون بين الجميع، ببحث علمي، بتضافر الجهود، بصناعة مغربية، بحرص ويقظة من الأجهزة والمؤسسات لكي تصل المواد الطبية والصحية إلى كل المغاربة. الأمر الثاني المواد الغذائية، أيضا هذه قصة نجاح الحمد لله، احنا كنشوفوا بما فيها المواد اللي كنستوردوها كانت هناك إجراءات ديال الحكومة باش نحيدوا يعني واحد العدد ديال الإكراهات متعلقة بالجمارك. ثم المواد الطاقية التي الحمد لله يمكن أن أقول نجح، ليس هناك أي إشكال فيما يتعلق بالمواد الطاقية، سواء تعلق الأمر بالكهرباء أو تعلق الأمر بالمواد البترولية أو المواد ديال الغاز إلى غير ذلك. وبهذه المناسبة لابد أن نعتز بكافة المتدخلين وخاصة في قطاع الطاقة والمعادن والبيئة، استمرار الأنشطة، تزود السوق، الوقاية التي نجحت بحيث إصابات قليلة في هذا القطاع، إذا أردنا أن وهو موجود في كل مكان، الطاقة والمعادن والبيئة في كل مكان، شركات، محطات، يعني السونترال، يعني المواقع، يعني في كل مكان، والحمد لله استطعنا الحمد لله أن ننجح في الوقاية. فالشكر لأطر الوزارة، المؤسسات العمومية، القطاع الخاص، السادة الولاة والعمال يعني في يقظتهم، ثم المنتخبين الذين قاموا بجهد جبار في الجماعات الترابية فيما يتعلق بالقضايا ديال البيئة والقضايا ديال النظافة، فلا بد أن نعترف للجميع بجهدهم مع تفاوت كل جهة طبيعة الحال، لأنه هذا عمل جماعي أون بوندير، يعني يمكن كل واحد عنده دور في هذه المهمة. أنا بغيت نتكلم في الأول حول الإجراءات بإيجاز، ثم نتكلم على الآثار، ثم يمكننا نتكلم على بعض الأمور التي أشار إليها السادة النواب المحترمين من خلال السؤالين. أولا القطاع الكهرباء كانت إجراءات نوعية الإخوان والأخوات، رهمك اليوم الواحد لما كيشعل كيلقى الضوء، فخص يعرف بأن وراء ذلك نظام كهربائي عتيد ومتين وقوي في البلاد ديالنا، تم إنجازه في عقود من الزمن، وخاصة لما أطلقت السياسة الطاقية مؤخرا، لدرجة الحمد لله لم يعد يعرف المغاربة منذ 2008 أي انقطاع. كنا نعرف انقطاعات، اليوم الحمد لله في القطاع الكهربائي باستثناء الدواوير اللي ما زال نصوش لها الكهرباء، وهذه راها مبرمجة، راه سبق لنا عرضنا على السادة والسيدات النواب البرامج ديال الكهرباء لواحد العدد ديال الدواوير اللي الحمد لله ان شاء الله باش نوصلوا ل 100%، ولكن القطاع الكهربائي هناك نظام، هناك وقاية، هناك مراقبة، هناك حرص، هناك تزويد، بحيث حتى الفحم اللي كنحتاجوه اضطرينا اننا نشريو الفحم لمدة من الزمن حتى لا نفاجأ، لانه الفحم يشكل جزء من المجيز الطاقي لانتاج هذه الكهرباء. فاذا نجحنا في كافة المحطات، نجحنا في شبكة ديال التوزيع، نجحنا ايضا في يعني الصيانة، فرق ديال الصيانة التي اشتغلت، بحيث انه المئات ان لم يكن الالاف من العاملين كانوا كونفيني راه في الوقت اللي كانوا راه كانوا موجودين في المحطات وفي الاعمال المراكز لمدة كل فريق كيشتغل، كانوا كونفيني كيشتغلوا انقطاع للكهرباء، لان كنحتاجوها في الاقتصاد الوطني وكنحتاجوها بالنسبة للمواطنين في هذه الفترة. فاذا واحد العمل جبار، وانا غادي نتكلم طبعا، تكلموا الاخوان على الفاتورات، راه لحد الساعة ما كاين مسألة 11 مليون فاتورة لحد الساعة ما خديناهاش، وخدينا تسهيلات في هذا المجال اللي تكلموا هذه من بين الاجراءات الوقائيه، تسهيلات على اننا ما غاديش في هذه الفتره غادي نحاولوا ما امكن كما اتخذ قرار مع وزاره الماليه ووزاره الداخليه ان الناس لمده 6 أشهر يدار لهم واحد العمليه ديال الجدوله، وربما تكون اكثر من 6 أشهر، ونبني على ما كان من الفاتورات السابقه، واذا وقع خلل نعالجه. ولذلك هذه القضيه راه ما غيطلع حتى شي مواطن الاشرطور الغاليه، راه اللي واخا تجمع عليهم واخا تجمع كما كنا نقول سابقا راه غيتحسب على اساس ما كانوا يستهلكون في كل شهر لكي نتفادى باش ما يطلعوش الى. فاذا كانت بعض الحالات فهي تقديرات ان شاء الله يمكن ان نتداركها. فيما يتعلق بالطاقات المتجدده اللي هي جزء اللي هي ايضا من قصه نجاح مغربيه، حجم الاستثمارات 100 مليار ديال الدرهم، 52 مليار ديال الدرهم يعني تمت في مجال الطاقات المتجدده، و50 48 مليار ديال الدرهم قيد الانجاز. هذه الطاقات المتجدده التي تشكل النموذج الطاقي المغربي ومازال مستمرين فيه الحمد لله، استمرت في العمل ديالها بالمراقبه، بالوقايه، بتوفير القطع الغيار، بتوفير امكانيه الخبراء ان يكونوا جاهزين بنوع من الذكاء عن العمل عن بعد لمراقبه هذه المحطات، ثم للاستمرار كما قلنا في هذه الاوراش. بالنسبه للمحروقات
أكيد أن الإخوان والأخوات عرفوا بأن الموضوع المحروقات والغاز لم يكن فيه أدنى خلل بسبب تنسيق بيننا وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة، وتنسيق مع السادة الولاة والعمال، وأيضا بسبب تنسيق مع القطاع الخاص باش يمكننا نوفره. كانت زيارات، كانت اجتماعات، كانت لجنة ديال اليقظة، كان نوع من واحد لجنة، يعني واحد هاد اللجنة باش كتقول اشني الحاجيات الآن واشني الحاجيات المستقبلية، ويمكن إن شاء الله نعطيه التفاصيل فيما يتعلق بالتخزين وما أدرك ما التخزين، الذي يعتبر أيضا من قصة نجاح مغربية خاصة في هذه الحكومة الحالية وحجم الاستثمارات التي الآن هي موجودة في مجال التخزين. وهذا من التوصيات ديال اللجنه ديالكم. توصيات اللجنه ديالكم هي المنافسه، وقد تحققت توصيات اللجنه ديالكم هو التخزين، وقد تحققت توصيات اللجنه ديالكم وهو مراقبه الجوده ومراقبه تتبع المسارات، والان اطلقنا طلب عروض. فعدد من التوصيات، طبعا توصيات الاسعار هذه يمكن نجاوب من الان، هذه الاسعار هي من مسؤوليه وزاره الماليه، ثم ايضا مجلس منافسه يشتغل عليها، ونحن ننتظر خلاصات باش يمكننا ان شاء الله يكون توحد الوجهه فيما يتعلق باسعار والتسقيف الذي طرحه السادة النواب وهذه اللجنة، ثم فيما يتعلق بضمان واحد التوازن بين ربحية الاستثمار، هذا شيء طبيعي ما يمكن يخدم شي واحد لما كانش غير ربح، وفي نفس الوقت أن نوفر الخدمة وأن نوفر المنتوج للمواطنين بجودة متحكم فيها وبأسعار متحكم فيها. على مستوى المعادن أيضا كانت هناك إجراءات على مستوى المكتب الشريف للفصحات، كانت هناك إجراءات على مستوى كل المناجم. طبعا كاين آثار ديال هذه الجائحة، يعني ثم على مستوى البيئة بالإضافة للتوعية بالإضافة للشركات التدبير المفوض الجمع الترابية، الحمد لله كان عدد من الإجراءات، ولذلك بدينا كنحصيو واش كاين شي عامل من العمال في النظافة اللي هما فاس بالإضافة للإخوان اللي كيشتغلوا على مستوى الوقاية وعلى مستوى التعقيم، بدينا لم يصب ولا عامل واحد، نتمنى إن شاء الله ما يتصاب حتى شي واحد، كما نتمنى الشفاء للمرضى والرحمة على 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 على, على, على الموتى ممن توفاهم الله عز وجل، ونتمنى الشفاء لإخواننا وأخواتنا في اللميمونة. العمال ما تصاب ولا واحد في كل المدن، وأنتم كنتوا عارفين كانوا فاس مع الأرض، فاس مع المباني، فاس مع يعني مع الكمامات، فالحمد لله تأخذ إجراءات، ونتمنى مع رؤساء الجماعات مع شركة تدبير مفوض تحت إشراف وزارة الداخلية إن شاء الله نستمروا في هذا المجال. طبعا كانت هناك بعض يعني كنحاول ما يمكن نعطي أكبر قدر من المعطيات. شنو هي الآثار ديال الجائحة؟ أولا الاستهلاك في الكهرباء نزلت بحوالي 14%، هذا الآثار الأول. وملي كنقولوا نزلت ب 14% خص يعرفوا الإخوة والأخوات البرلمانيين أن المكتب الوطني كيشري الكهرباء، كيشريها عند، بمعنى كينتجها، عندها كلفة، وبالتالي خصو يوصلها، وهو ملزم أنه يشري وخا ما تكونش استهلاك، ما يسمى بالشراء ديال الحد الأدنى، بمعنى هو كيشريها، ولذلك كاين آثار على المكتب الوطني، هذا لا شك فيه، يعني لأنه هو عنده عقود مع الشركات اللي كتنتج، إما كتنتج الطاقات المتجددة أو كتنتج من خلال الطاقات الأحفورية، فهو خصو يؤدي، وخا ما يستهلك شيء خصو يؤدي الحد الأدنى باش يوصلها للمواطنين. على مستوى المحروقات كاين تراجع المبيع ديال فهاد الفترة، المبيع ديال المحطات الآن الحمد لله الأمور رجعت إلى الحركية اللي كانت بعد رفع هذا الحجر، وصلت أحيانا إلى 70% في بعض المحطات، هناك محطات توقفت، لأنه فعلا كانت الحركة ديال التنقل ضعيفة إلى غير ذلك، فلذلك كان هناك تراجع على مستوى المبيعات. أكثر من ذلك في مجال قنينة الغاز، هذه اللي كانت المفاجأة طبعا، وهو أن ازداد الاستهلاك في هذه الفترة ديال قنينة الغاز ب 23%، وكيعرفوا الإخوة والأخوات بأن قنينة الغاز هي مدعومة من طرف الحكومة، راك نوصلوا أحيانا 12 مليار، أحيانا درهم هي 1200 مليار ديال السنتيم، أحيانا كتبقى شي شوية حسب الثمن، أحيانا كتطلع شي شوية حسب الثمن إلا طلع، بمعنى تزاد 25%، بمعنى الدعم، بمعنى 23% ديال الإحصائيات اللي عند، لا تزاد لأن الناس الديور استهلكوا أكثر، لأن الناس كان الاستهلاك، هذه هي الإحصائيات اللي عندنا. الانتحال هي تزاد الاستهلاك، طبعا بصحة المغاربة هذا ماشي كنتفوبروا عليهم، هذا واجب أننا كنقوموا بهذا، الحكومة والدولة مشات في اتجاه ديال أننا ندعموا هذا القنينة، وأنه لا يمكن أن يزال الدعم ديال القنينة إلا إذا أعطينا بديل للمواطنين، هو تزاد 23%، هذا مكلف للخزينة ديال الدولة وللمالية ديال الدولة، ولكن هذا واجب كتقوم به الحكومة والتزامات. طبعا فيما يتعلق بالمعادن يمكن نقول فعلا
كاين واحد 86 معدن من المعادن المهمه اللي هي يعني الشركه اللي هي تاثرات، 107 ديال المناجم اللي هي توقفات، واحد 3500 من تقريبا 40,000 اللي كيشتغلوا، يعني حوالي تقريبا 10% اللي هما كانوا تاثروا لانها توقفت، ولكن الان راه بدات العمليه ديال 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 الرجوع الى الانتاج. طبعا الاخوان طرحوا بعض هذه قضيه الفواتير، انا اطمئنكم ما غتكونش الزياده، ما غتكونش زياده، سجلوها عليا، ما كاينش زياده، وما غيمكنش شي شركه انها تعدى على المغاربه، لانه كاين نظام ديال المراقبه سواء تعلق بالمكتب الوطني للكهرباء او تعلق بالوكالات اللي موجوده على مستوى المدن. اذا وقع خلل طبعا سنرجع ان شاء الله الى اللجان ديال المراقبه. فيما يتعلق بالسؤال الذي يطرح، انا بطبيعه الحال ما غندخلش في المنظومه ديال الاسعار لان وزاره الماليه مع المنافسه، ولكن وكيفاش هاد قضيه الاسعار، وكان غنعطيكم الاسعار كنشريوها وفق روتردام، طلع او هبط كنشريوها وفق روتردام. هذاك الشيء اللي يعلن وكيسمعوا عليه المغاربه ونسمعوا ليه جميعا هو المنتوج في روتردام، بشحال غيمكن لينا نشريوه. فبعد ذلك كيتزاد عليه النقل، وكيتزاد عليه ملي كيجي الميناء كنخلصوا ما يسمى بالواجبات ديال الموانئ، كيتزاد عليه ستوكاج، الواجبات ديال ستوكاج، كيتزاد عليه ملي كيتستوكا الواجبات ديال النقل الى المحطات، وكيتزاد عليه الربح ديال الشركات زائد الربح ديال المحطات. طبعا غير كنعطي انا المنظومه، انا ما كندخلش واش هاد التقييم واش غالي، هذا المجلس المنافسه الدور ديالو هو يراقب واش كاين شي تواطؤ بين الشركات، وهذا الدور ديالو كنحمد الله ان المجلس المنافسه الان يشتغل على كافه الملفات المعنيه بهذا الموضوع ومعنيه بمواد اخرى ماشي فقط على هاد الماده ديال المحروقات. ثم في نفس الوقت وزاره الماليه كاين التزام الحكومه كتشتغل على موضوع ديال التسقيف باش نضمنوا واحد الربح معقول بالنسبه للشركات، ثم نضمنوا ان المواطن ان يحصل على المنتوج في احسن الظروف. شكرا لكم وان شاء الله في التعقيب. شكرا سيد الوزير، اعطي الكلمه للساده النواب عن فريق العداله والتنميه فليتفضل. تفضل سيد النائب المحترم. مشكور. شكرا سيد الرئيس، سيد الوزير، السيدات والساده النواب المحترمون، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. يطيب لي ان اتناول الكلمه باسم فريق العداله والتنميه، واسمحوا لي في البدايه ان اقف وقفه اجلال واحترام للشعب المغربي الذي استطاع لحد الساعة تفادي الأسوأ بفضل الله عز وجل أولا، ثم بالقرارات الصائبة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وشافاه، ثم باليقظة والجاهزية للحكومة بكافة مكوناتها، وللتمكن من احترام الوقت سأوافيكم بالمداخلة كاملة السيد الرئيس بالبريد الإلكتروني وأتلو الأهم. إن قطاع الطاقة والمعادن وكما ثبت الآن سيد الوزير كان في الموعد، فالسوق المغربية ولله الحمد لم تعرف أي خصاص طيلة هذه الفترة من الحجر الصحي بخصوص المحروقات، ولم تعرف أي خصاص بخصوص تزويد المواطنين بغاز البوتان. إن الجائحة السيد الوزير محنة في طيها نعمة أبانت عن عبقرية الشعب المغربي، وإننا جميعا إذا أردنا يمكننا رفع كافة التحديات والاستجابة لكافة حاجيات المواطن، يمكننا أن نصل بخطى أسرع للمغرب الذي نتوق إليه جميعا. ففي إطار الإجراءات التي اتخذتموها لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، سبق وتمنا بعضها كتأمين التزود بغاز البوتان للمدن والقرى، ونتمن أيضا اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تموين مستمر ومنتظم للسوق الوطنية ومن المواد النفطية الأخرى بجميع أنواعها. وهنا السيد الوزير نقف على مجال ما زال بحاجة للكثير، فمن جهة علينا إعادة نظر في دعم الغاز البوتان، فلا يعقل أن يستفيد الغني أكثر من الفقير من هذا الدعم، ومن جهة أخرى لا يعقل أن نرى العشرات من اسطوانات الغاز لدى البقال وبالشارع العام عرضة للأشعة الشمس قنابل موقوتة. وبخصوص المعادن فالمنجمي الصغير يبقى عرضة للهشاشة، ويتطلب منكم السيد الوزير المزيد من الدعم. وجلستنا اليوم فرصة لنقف على بعض التجاوزات في القطاع والمضرة بالساكنة والماشية والبيئة، كواقعة نفوق مجموعة من الماشية للساكنة المجاورة لمنجم زقندر الأسبوع الماضي. وأما بخصوص ثمن المحروقات، فالثمن للأسف ما زال يبين أن هناك جشع لجهة ما وخلل في التعاطي مع هذه المعضلة. آن الأوان لمعالجة هذه الخوارزمية المعقدة والمتمثلة في ارتفاع سعر المحروقات بالمغرب مع انخفاضها عالميا. وبالمناسبة نسائل من يهمه الأمر
عن قرار مجلس المنافسة بخصوص ممارسات لا تحترم قواعد المنافسة في سوق المحروقات بالمملكة الذي مضى عليه أكثر من 5 أشهر ولم يخرج للوجود، ونسائل من يهمه الأمر أن هذه الأموال التي خصصت للرفع من الاستثمار والأموال التي خصصت للرفع من التخزين. انتهى الوقت، شكرا. أعطي الكلمة لفريق الأصالة والمعاصرة، تفضلوا سيدنا نائب المحترم في 3 دقائق. شكرا سيد الرئيس، سيد الوزير، سيدات وسادة النواب. في البداية بغيت باسم فريق الأصالة والمعاصرة نوجه التحية والشكر لكافة مستخدمات ومستخدمي قطاعي الكهرباء والماء. هذه الفئة اللي سهرت بكل إخلاص وتفاني لضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين. نسجل بكل أسف اختيار الحكومة لبعض الحلول السهلة فيما يتعلق بتدبير عملية التحصيل والفوترة. هذه العملية الخاصة باستهلاك الماء والكهرباء خلال مدة الحجر الصحي. بالنسبة للأسر الفقيرة السيد الوزير، يعتبر تأجيل أداء الفواتير المتراكمة إلى ما بعد فترة الحجر الصحي إجراء غير كافي، بل سيساهم بشكل كبير في تعقيد أوضاعهم المادية. هذه الأوضاع اللي كانت أصلاً صعبة السيد الوزير، وبالتالي تنطلبكم السيد الوزير بضرورة مراعاة الوضعية الصعبة لهذه الفئات من خلال الإعفاء الكلي أو الجزئي على الأقل لأشطر الاستهلاك الاجتماعية من خلال دعمها من الحساب الخصوصي لتدبير جائحة كورونا. ويجب على الحكومة أيضا إيجاد صيغة بتنسيق مع المكتب الوطني للماء والكهرباء والفاعلين المكلفين بالتدبير المفوض بمنح مزيد من الوقت وتقديم التسهيلات الكافية للزبناء المصنفين في أشطر الاستهلاك الاجتماعية لتسديد ما بذمتهم بشكل مريح. فيما يخص المحروقات السيد الوزير، نسجل كذلك إهمال الحكومة وعدم اكتراثها بأهمية ضمان الأمن الطاقي لبلادنا، وهذا واضح من خلال عدم احترامها لتطبيق التشريعات المتعلقة بالمخزون والاحتياطات الاستراتيجية والذي لا يجب أن يقل عن 60 يوم. بالتالي أصبح من الضروري تدارك النقص الهيكلي الحاصل في هذا المخزون. المعطيات المتوفرة السيد الوزير تؤكد أن المخزون الاحتياطي من المنتوجات البترولية لا يفوق 34 يوم في أحسن الظروف. نسجل كذلك الفشل التام في استثمار فرصة الانهيار التاريخي للأسعار بسبب القدرات التخزينية، الشيء الذي حرم الاقتصاد الوطني من عدة فرص ثمينة، كما أن وقف نشاط شركة التكرير الوطنية لسمير منذ سنة 2015 كان ضربة موجعة للسوق الوطنية التي أصبحت تتزود بشكل كامل من واردات المنتجات المكررة، وهذا يفقد للمغرب القدرات التخزينية التي كانت تتوفر عليها هذه الشركة. في الأخير سيد الوزير، لابد من سنكم سيد نائب محترم، انتهى الوقت، تفضلوا سيد نائب محترم. طبيعة الحال شكرا سيد رئيس. حوالي 80% من الأسر المغربية سيد الوزير كلها كتستهلك أقل يعني من تعريفة تدريجية. الحل اللي قدمته اليوم على أهميته لا نعتقد بأنه سوف يجيب على التساؤلات. المغاربة باغيين صندوق ديال كوفيد يتحمل هاد الزيادات هذه ويبقوا في المستوى، لأنهم تحملوا زيادات كثيرة سيد الوزير، ما يمكنش أنهم يتحملوا زيادة واحدة أخرى، زيادة على أن هذا الإجراء هذا عملته مع القطاع البنكي اللي أعطيتيه كيفاش أنه يتحمل الفوائد ديال القطاع ديال السكن. ارتباطا بالمحروقات سيد الوزير، هذا موضوع خضع لأكبر عملية تسييس يمكن يعرفها المشهد السياسي والحزبي، خصوصا بعد تهافت النظرية ديال التحكم، ولا هذا هو الشعار الأبرز واللي غادي نبقاو نسمعوه الى يعني قادم من الاستحقاقات القادمة. لكن الإقرار ديال هذا التحرير، هذا الإجراء التحرير كفكرة ممتاز مزيان،
واخا هو من الاملاءات ديال بعض المؤسسات الخارجيه، ولكن الاجراء ديالو قبطنا المواطنين درناهم في مواجهه مباشره مع السوق الدولي بدون ما نديروا ولو تدخل واحد، لا على مستوى الضرائب نتحكموا في الضرائب او لا على مستوى التسقيف اللي سمعناه وسمعنا السيد وزير الحكامه السابق يبشرنا بنتائجه، ولكن للاسف يعني لم نستمع الى ولم نرى شيئا. كاين مجموعه ديال المغالطات الان يتم التمرير ديالها. ناخذ اليوم السعر ديال سعر الغازوال اليوم سيد الوزير 7.86 دراهم، التكلفه ديالو 3.50 دراهم، وانا هنا باغي نفهم اللي تيقول لك بان المحروقات خصها تتباع بجوج دراهم وثلاثه دراهم واش نسرقوه؟ الا سرقناه خصنا نخلصوه بثلاثه دراهم وخمسين، فما بالك 3.20 دراهم ديال الضرائب، بمعنى انه كنفوتوا يعني كنوصلوا لواحد 7 ديال الدراهم، كيبقى درهم واحد ما بين الموزع، وهذا الشيء تكلمتي عليه السيد الوزير. لا تي في ولا تيك 3.20 دراهم فيكس لا تتغير. تحرير اللي انا اسميه التحريق يعني خلص، صحيح انه حيد على الدعم على الماليه العموميه، وبالمناسبه ربحنا واحد 20 ألف مليار سنتيم، فينا هي؟ شنو عملنا بها باش نحسنوا القدره الشرائيه ديال المواطنين، خصوصا هادو دابا الان اللي كيكونسومي 150 كيلووات لتحت، شنو عملنا لهم؟ شنو عطيناهم؟ خليناهم في مواجهه اللوبيات ديال القطاع الخاص، كيخلصوا المدرسه مضاربين مع اللوبيات اللي ما عرفتش انا الان كيستافدوا من بعض الامتيازات الغير مفهومه، غيتقال لي ما خداوش الدعم، خداو الدعم عن طريق الاجراء ديالهم اللي كانوا مشاو تسجلوا في سينيسيس وخذوا مجموعه ديال الدعم لهاد المدارس، غير مفهوم هذا التحكم وهذه الطريقه باش كتعامل هاد الحكومه. فواحد التوصيه مهمه يعني تفاعلتوا مع السيد الوزير ديال المنافسه، ولكن شنو هي النتائج؟ جاو شركات جديده، مي شنو هي النتائج ديال هاد الشركات الجداد؟ كلهم شركات صغيره ما كاين حتى شي تاثير على السعر، مزيان نفتحوا ولكن نفتحوا ليش؟ لفين؟ انا اعتقد بانه خصنا نديروا اجراءات، ماشي نبقاو نقولوا كلام اللي فقط يعني نوموا به المغاربه، خصنا نقولوا كلام اللي يكون منطقي. لا سمير الان، ودابا شنو اللي موقف لسمير؟ نخدموا لسمير الان سيد الوزير، الحكومه هي اكبر دائن، عندها جميع الامكانيات باش تخدمها، خدموها. هذا الحل دابا الان ديال كراء الخزانات شنو غيدير؟ واش غادي يفك الاشكاليات ديال المغاربه الان المتشردين العمال؟ لا اعتقد. فانا ما فهمتش علاش هذه النقاشات السياسويه الفارغه. المواطنين هما الحلقه الاضعف لانهم تحملوا الصحه والتطبيب وزناهم الان هذا الهم ديال المحروقات وهذا الهم ديال التحرير. ف هاد الازمه الان يعني باش ما نطولش بزاف، هاد الازمه هذه بالرغم من العلات ديالها انا ارى بان فيها مجموعه ديال المكرومات، عطاتنا القدره على اننا نميزوا من بين المجتهدين اللي نهنيوهم، وخاصه هنا المهنيين اللي كيشتغلوا في قطاع ديال الغاز اللي هزوا البوطه والدواء الازلال واتباع عمران ومناطق عديده ووصلوها بنفس السعر، ولكن ثلاثه ديال القطاعات اساسيه لم تكن في الموعد. اول القطاع ديال الابناك تعاملت بسلبيه، وهنا ملي فتحنا المنافسه على القطاع ديال الشركات، علاش ما نفتحوش المنافسه القطاع البنكي؟ شكون اللي عنده القدره الان يفتح الاستثمار في القطاع البنكي؟ عباد الله هادشي اللي كيعملوا الابناك غير مفهوم. الثانيين هما المدارس الخاصه، كنحسوا بهم بحال لي شوشو، يعني كيتعاملوا معاهم بواحد المنطق ديال لا ما يغضبوش ما يتقلقوش، هذا غير مفهوم وغير منطق. ثم القطاع الثالث هما السياسيين الذين يتقاضون ثلاثه واربعه ديال التعويضات وكيجيو يعطيو الدروس، في حين بانهم هما احوج الى تلك الدروس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم. شكرا سيدنا المحترم، شكرا. اعطي الكلمه لفريق الاستقلالي للوحده والتعادليه. فريق استقلالي للوحده والتعادليه. السادة النواب، السادة النواب، أكرموا المتدخل بالإنصات، تفضل سيدنا المحترم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. سيدنا المحترم، تفضلوا سيدي. السادة السيد الوزير، السيدات والسادة النواب المحترمون، هذا دليل قاطع على أن الحكومة مرتبكة. ما بقيناش كنعرفوا شكون كيعارض وشكون اللي كيئيب. فمع الاسف السيد الوزير المحترم استمعت بتركيز بالغ لجوابك، ولكن للاسف نبره الحماس التي تحدثتم بها لا يمكن ان تخفي حجم الامتعاض والضرر اللي لحقت
شرائح واسعة من المواطنات والمواطنين بسبب تدبير القطاع اللي كتشرفوا عليه. وهنا لابد باش نذكركم السيد الوزير أنني وقبل سنتين من اليوم طلبنا كتابيا موعد اجتماع معكم قصد تدارس موضوع معاناة مرضى السيليكوز ومواضيع أخرى كتهم ساكنة إقليم جرادة وساكنة أقاليم جهة الشرق من عمال موسميين وتقنيين ومعطلين إلى غير ذلك، كتابة السيد الوزير وشفهيا عبر الهاتف عبر الواتساب مرارا وبدون رد. فما بالك المواطنات والمواطنون؟ مع الأسف السيد الوزير، فواتير الكهرباء كانت إحدى أهم النقط السوداء في تدبير هذه الجائحة، فواتير ضخمة وخيالية، وفي هذه الظرفية والتي تتميز بأزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة بعد 3 أشهر من العطالة القصرية فوق قدرة 90% من الأسر وملاك الدكاكين والمحلات التجارية. نعم اليوم عدد من السادة الولات والعمال يحاولون إيجاد الحلول المناسبة، ولكن السؤال هو أي دور لوزارتكم في الوقت اللي قامت عدة قطاعات حكومية بالبحث عن صيغ مختلفة لدعم الأسر والمهنيين كل في مجاله من أجل التخفيف من أثر الجائحة؟ برنامج تعميم الكهرباء القروية يجب أن يكون ضمن الأولويات السيد الوزير، إلا أن الملاحظ ورغم التبريرات تعطل العديد من المشاريع المبرمجة كما تبينه مؤشرات برنامج تنمية العالم القروي والحد من الفوارق المجالية أقاليم جهة الشرق نموذجا. إننا في الفريق الاستقلالي منشغلون بضعف وتيرة إنجاز هذا البرنامج، ونطلع ألا تتأثر اعتماداته المالية والمشاريع المبرمجة، لأنه كيهم فئات هشة في كثير من المناطق الحدودية والجبلية والقروية والنائية. أسعار المحروقات، المغاربة كاملين كيتذكروا وعود تسقيف الأسعار وتحديد هامش الربح اللي تحدث عليه مرارا عدد من وزراء الحكومة الحالية طيلة سنوات، والجميع كيتذكر. شكرا سيد النائب المحترم، انتهى الوقت، شكرا لكم. شكرا، انتهى الوقت. أعطي الكلمة للفريق الحركي، تفضلوا المنصة، انتظروا التعقيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على شيخ المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد الرئيس، السيد الوزير، السيدات السادة النواب المحترمين، تفاعلا مع جوابكم أود باسم الفريق الحركي أن أنوه بالمجهودات المبذولة التي بذرتها وزارة الطاقة والمعادن والبيئة بالتعاون مع مختلف السلطات لتأمين حاجيات المغرب من المواد الطاقية طيلة أزمة كورونا، ولا سيما غاز البوتان الذي يرتبط باستهلاك الأسر. كما أنتهز هذه الفرصة لأدلي بالملاحظات التالية. أولا سيد الوزير، الواقع الحالي يبين بأن هناك أزمة نفطية عالمية. هذا الوضع يجعلنا نتساءل سيد الوزير عن استراتيجية الحكومة للتعامل مع الاختلالات التي تعرفها السوق الدولية للمحروقات حتى يكون التأثير إيجابيا وليس سلبيا على الاقتصاد المغربي والمواطن المغربي صفة خاصة. وكذلك عن استراتيجية الحكومة لتحقيق الأمن الطاقي وتقليص التبعية الطاقية، لا سيما الزيادة في تشجيع الطاقة البديلة وتوسيع الطاقة التخزين والتكرير. كما نؤكد لكم سيد الوزير بأن المستهلك المغربي لم يستفيد من الانخفاض العالمي للمحروقات، بحيث أن الأثمنة الحالية مرتفعة والحال يجب أن تكون أقل من ذلك بكثير. ثانيا سيد الوزير، فوجئ المواطنون من مبالغ مرتفعة لفواتير الماء والكهرباء، وقد كنا نتمنى إعفاء المواطنين الفقراء البسطاء من هذه المبالغ بسبب توقف العديد من الأنشطة المهنية والحرفية بسبب هذه الجائحة، لكن العكس هو الذي حصل سيد الوزير. نتمنى أن تتخذ الحكومة إجراءا استثنائيا في صالح هذه الطبقات، لا سيما نحن على أبواب عيد الأضحى المبارك، الدخول المدرسي وغيرها من التزامات المواطنات والمواطنين. شكرا سيد النائب المحترم، انتهى الوقت. أعطي الكلمة لفريق الاشتراكي، فليتفضل سيد النائب.
التوجه لقمانة، وقمانة في حاجة إلى الشبكة الكهربائية. العديد من الأسر ما استفدوش من دعم التضامن، وما استفدوش من التعليم عن بعد، وما استفدوش من الوصلات الإشهائية، وما استفدوش من مجموعة من الخدمات اللي كتعطيها وزارة الصحة عن طريق الاستشارة الطبية عن بعد. علاش؟ لأن ما عندهمش الضوء. هاد المشكل ديال الضوء، وهذا رقم ديال 99% ديال التغطية ما بغاش يتحرك باش يوصل 100% سيد الوزير. وبالتالي فنحن في حاجة إلى جدولة زمنية إمتى نوصلوا هاد 100%. حتى 99% ماشي صحيح، لأنه كيشمل القرى والحواضر. إلا جينا نميزو غنلقاو القرى وصلوا 70% هكاك، لأنه الحواضر فيها 99% ممكن نقبلوها. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، كاين تعطل ناتج على ضعف بعض المقاولات اللي كتعطيوها الصفقات. اليوم مثلا في قسيف 44 دواء، وشوف شنو هو العدد ديال الدواء في الإقليم. المقاولة واقفة لأنها أفلست. إمتى غتعاود الصفقة؟ الله أعلم. هذا إشكال السيد الوزير. الإشكال الثاني مرتبط بغلاء الفواتير السيد الوزير. الغلاء، أنتم تحدثتوا على نسبة استهلاك البطان طافعات لأن الناس جالسين في الديور إلى آخره، وكذلك تزادت فيما يتعلق بالماء والكهرباء. المؤشر اللي ينقص هو هذوك اللي كيستعملوا في القطاع الخدمات، الحماة ومجموعة ديال الشركات. أما على مستوى الاستهلاك الداخلي تزاد. حنا السيد الوزير أول ما كان الفريق الاشتراكي تقدم لكم بسؤال وكيلتمس منكم أن الصندوق ديال الدعم ديال جائحة كوفيد، تداعيات جائحة كوفيد 19 يقوم مقام المستهلك في الأشطر الاجتماعية. ما طلبناش الكل، طلبنا غير الناس اللي كيستهلكوا القلة، أي الضعفاء. ولكن الحكومة تجهات وعطت امتيازات الأبناك، تجهات وعطت تعويضات الأجراء ديال التعليم الخصوصي، تجهات وعطت امتيازات لبعض المقاولات اللي هي واقفة على أجلها ولم تتضرر. وبالمقابل الناس الضعفاء الفقراء اللي خصهم يدعموا على الأقل الأداء ديال الأشطر الاجتماعية، ما تمش لإعادة الاهتمام بهم. شكرا سيد نائب محترم للكلمة لأحد النواب على المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية. سيد الوزير، أولا بغينا نعرفوا واش كاينه حكومة واحدة ولا كاين جوج الحكومات، هذه الأولى. بعدا ثانيا هاد المسألة ديال الفواتير، راه كانت الحكومة وكانوا معاها شركة تدبير المفوض خارج السياق ديال التضامن الوطني في هاد البلاد. راه المقارنة ما بين السيرك السنوات في السنة الماضية وهذه السنة راه هو اللي غيبين لكم. وبالتالي ما يمكنش واحد المواطن دعمنا 800 درهم نسيطوا له فاتورة ديال 600 درهم ديال الضوء. إذا قلتوا لنا باش تخلصوا الناس، راه ما خلصوش فعلا، ولكن كاين الناس اللي تقطع عليهم مباشرة من الحسابات البنكية ديالهم بقراءة اللي هي غير حقيقية. وعلاش هاد الموظفين ما خرجوش يخرجوا يراقبوا العدادات وتا هما يديروا تدابير وقائية ويخرجوا؟ هذه مسألة أساسية. ثم أن هذا الموضوع هذا طلبنا في المجموعة النيابية، حنا بداية الأزمة قلنا بأن الأشطر خصها تخفض وما تحسبش الشهر الرابع والشهر الخامس يتلغاو من الفاتورة ديال الماء والكهرباء. ما استجبش لنا الحكومة. فيما يتعلق بالمحروقات، هذا عندنا تقرير ديال المهمة الاصطناعية السيد الرئيس الوزير، ففينا هو تسقيف الأسعار هالأولى، ثاني المراجعة الضريبية. اليوم أيضا شركة لسامير، فينا هو العمل اللي غيعطينا واحد الصورة ديال أن بلادنا تكون فيها تكرير ديال النفط أيضا. 22 مادة كنشروها بالعملة الصعبة السيد الوزير. ثانيا تقرير مجلس المنافسة، علاش تعطل؟ فينا هو؟ وهذو مشاكل خصنا نعترفوا بها. كذلك السيد الوزير، التأمين الاحتياطي من الطاقة في بلادنا كيخاطبنا أيضا الطاقات البديلة اللي خصنا نفتحوا فيها استثمار بشكل واسع وما تكونش حكرا على جهة واحدة. خاص نفتحوا المجال للمستثمرين ونعزوا من هذه البدائل لأنها مهمة ومهمة جدا. مسألة أخرى، وأكيد أنها كتخلي المغاربة كيستفسروا حقيقة الاكتشافات النفطية والغازية والبترولية. السيد الوزير، كنسمعوا الآن شركة هنا شركة هناك، هذا واقع يجب أن نعبر للمغاربة ونعمم معلومة في إطار الحق على المعلومة. المغاربة ينتظرون من الحكومة أنها تكون موحدة ومنسجمة قوية وتقدم الخدمات، خاصة اليوم في الأزمة اللي كنعيشوها واللي عندها تبعات اقتصادية واجتماعية جمة لا قدر الله. شكرا سيدنا المحترم، انتهى الوقت. سيد الوزير تفضلوا للرد على تعقيبات. شكرا سيدات السادة النواب المحترمين. حكومة واحدة، كنتم في الحكومة السابقة وعشتم إشكالات. نحن حكومة واحدة، اللي كيوفي وكيعرفوا المغاربة شكون اللي كيوفي. قضية واضحة ومتبعينها المغاربة، ولا شي واحد ما كيوفيش يتحمل مسؤوليته.
والاخوان ديال حزب الاستقلال راه كانت في الحكومه، راه كنتم عارفين شكون اللي كان ما كيوفيش معاكم، وداك المغاربه عارفين شكون اللي ما كيوفيش. وما غيمكنش ملي يجي هنا الواحد ينسى راسو واش كينتمي للاغلبيه ولا كينتمي للمعارضه. يمكن لي نتفهم ان الناس في المعارضه ينتقدوا الحكومه، واخا عندهم المعلومات، مع الاسف البعض عندهم المعلومات، ولكن لانه امام الراي العام لا بد يكسب اصوات ديالهم. ماشي معقول، انتم عارفين بان الصندوق، اسمع الاخوان، انتم عارفين استاذه، انتم عارفين بان الصندوق تعطى باش يعاون الاسر باش توفي بالنفقات ديالها، ديال الدواء وديال الضوء وديال البوطه وديال السكر وديال السفر، وما كاينش شي قطاع مشى دار دعم بوحدو. انتم عارفين هذا الشيء، ولذلك ماشي هنا باش نزايدوا. وإلا كان الواحد في الحكومة خصهم يقول أنا كنستغرب الحكومة شنو كدير، إلا ما عجبهاش الحكومة يقولها، ماشي معقول، إلا ما عجبهاش يقولها ويمشي ياخذ القرار، ماشي معقول في كل مرة يجي يعبر. أما الحكومة سيدي خذات قرار دخلت شركة جديدة، ما عجبكمش شركة جديدة قولوها الرأي العام، ما عجبكمش أننا نديروا المنافسة قولوها الرأي العام، ما عجبكمش نبسطوا المساطر قولوها الرأي العام، ما عجبوكش نديروا 3 مليار في التخزين قولوها الرأي العام، ما عجبوكش أن نراقبوا الجودة نراقبوا لاتراسابيتي قولوها الرأي العام أستاذ، لأنك في الحكومة خصك تساندني، خصك تقول لي برافو هادشي اللي دير ولكن زيد، ماشي لأنني لما نجي هنا أن دغيا نبدل واش أنا فين. يمكن الواحد يقول ملاحظات مرة أخرى، كنقدر الرأي ديال الناس المعارضة، ولكن الأستاذ من البام يمكن لك تسول أحد النواب ديالكم راه كان مسؤول في الأسامير ويقول لك التفاصيل كيفاش وقعت الأسامير حتى ولات جدة، ما قديناش وشكون اللي كان كيتحمل المسؤولية، وخدينا قرار وتحملنا فيه المسؤولية ومازال المجال مفتوح الرافيناج، مازال كنتظروا شكون اللي ياخذ الأسامير، ولكن مشينا خدينا قرارات أن الشركات الفرعية اللي تابعة الأسامير نضنا عاوناها في الوزارة وفي الحكومة باش تشتغل، عندها عدة شركات الآن كتشتغل وعدة شركات بدات كتربح وبها باش كيتخلصوا العمال وكيتخلصوا الموظفين. وزدنا اليوم انتظرنا الحكم ديال القضاء اللي عطانا اليوم الامكانيه نخدموا الخزانات. حنا الاخوان نتوما عارفين القانون، حيت كاين البعض واش ما يمكنش نزيدوا على بعضنا، راه كاين قانون، كل مؤسسه عند الدور ديالها، الحكومه ما يمكنش تدخل في القضاء، ما يمكنش تدخل في المجلس المنافسه، كل واحد، لكن الحكومه اللي مزوم عليها دير المنافسه، دير التخزين 3 مليار، مشينا خدينا الراي ديال القضاء، يمكن ليها دير تبسيط المساطر، ولينا كنعطيو 190 رخصه ديال المحطات بعد ما كانوا كيعانيوا الناس اللي كيستمروا في المحطات، هذا كله كان اعمال كنقوموا بها. اما فيما يتعلق بالغلاء ديال الفواتير، مزيان تعطيونا ملفات باش نعرفوا شنو هو الغلاء الفواتير. الا كان شي شركه كتجاوز القانون، البلاد هنا، الدوله هنا والحكومه هنا باش تواجه اي اللي كيتجاوز القانون. والمكتب الوطني يا الاخوان دار تسهيلات وعلن عليها، لان البعض تيقول عطيونا المعطيات، راه جينا وقلنا شنو هي كاع التسهيلات اللي كيدير المكتب الوطني، تسهيلات وقلنا 6 شهور، والا ما كفاش 6 شهور يمكننا نزيدو، ما كاين باس. هادو طبعا حنا كنقدروا الظروف، ولكن راه ما كاينش قضيه الغلاء، هذاك الشيء اللي يستهلك الواحد. طبعا الا كان شي مقترح للصندوق ديروا مقترح للصندوق، ديروا له مقترح، ماشي فقط في هذا الشيء، راه كاين حتى الادويه، كاين حتى المواد الغذائيه، كاين حتى امور اخرى باش تكون الامور يعني منسجمه، الواحد يكون عنده واحد النوع من الانسجام. القضيه اللي قلت يا استاذ بان ما كنعطيكمش المعلومات حول الاستكشافات، ماشي معقول، قلتها جاوبتك استاذ، جاوبت كم من مره هنا، جاوبت كم من مره هنا، قلت ما عندناش المعلومات، ودزت في اللجنه واللجنه عطينا فيها التفاصيل ديال الاستكشافات اللي كاينه، وقلنا شحال عندنا في الغرب وشحال عندنا في الصويره وشحال جايه في تندراره وشحال كاين من شركه في البحر وكاين شركه في وكيفاش كنشتغلوا باش نجيبوا. الله غالب باقي لحد الساعه ما كاينش شي مخزون كبير باش يمكننا يجيونا شركات كبار، حنا كنحاولوا نطلبوا الله، ولكن دابا هاد الشويه اللي كاين راه عطينا به الارقام، شحال شي فرد افير، شحال كيخدموا، وشكون كيستهلك هاد الانتاج، وكننتظروا باش ان شاء الله تندرار ان يمكن ليها تشتغل في احسن الظروف. اخر نقطه اللي يمكن لي نقولها هي العالم القروي. الا الساده البرلمانيين والبرلمانيات يقولوا ما دار والو في العالم القروي. تقولوا مازال كاين نقص متفقين، راه 99% العالم كيكتب هاد قصة النجاح ديال المغرب، هذه 20 سنة ما دارتهاش الحكومة هذه، هذا واحد المسار مشات فيه البلاد ديالنا، لا في الولوج الطرقات ولا في الماء ولا في الكهرباء ولا في عدد، كلنا ساهمنا فيها، باقي نقص تقول لي 1%، كما قالوا الإخوان واحد المناطق نمشيو ليها، أنا متفق معاك، هذا عمل خصنا نتعاونوا عليه، ولكن راه خص تعرفوا شحال ديال الاستثمارات، راه الملايير ديال الاستثمارات، هذه قصص نجاح ديال المغرب. كنتمنى اللي في الحكومه يدافع الحكومه واللي في المعارضه يمارس المعارضه، وكاين معلومات جيده. السلام عليكم. شكرا السيد الوزير المحترم.
بهذا نكون قد أنهينا جدول أعمالنا لحصة الأسئلة الشفهية لهذا اليوم. شكرا للجميع. رفعت الجلسة.